بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في ليلة جديدة من الأهلي في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. جمهور النادي الأهلي النهاردة عنده ليلة مهمة، ليلة الجمعة، مباراة بكرة، مباراة مهمة في مشوار الفريق في بطولة أفريقيا، الأهلي والرجاء، مباراة مهمة. كل الجماهير بتقول يا رب إن شاء الله المكسب. إزيك يا كابتن هيثم؟ ازي حضرتك؟ ليله مهمه، ودي ليله وتريه وبدايه الليالي العشر الاخيره في رمضان. دعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراه الحاسمه والمصيريه، ولكن منتظرين باذن الله 11 راجل في الملعب. النادي الاهلي تعرض لمثل هذه المواقف كثيرا، لعيبه النادي الاهلي اتعرضت للضغوط دي كتير جدا، وكانوا دايما قد المسؤوليه. النادي الاهلي هو البطل لافريقيا اخر سنتين، هو الحاصل على السوبر الافريقي اخر سنتين، هو برونزيه كاس العالم اخر سنتين. واثقين جدا في رجال النادي الاهلي، واثقين ايضا في دعم جماهير النادي الاهلي. وعشان كده في ليله النهارده عايزين حضراتكم تشاركونا على هاشتاج 11 راجل في الملعب. رسالتك وجهها للاعبي النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله بكره بعد دلوقتي باربع ساعات، لان المباراه الساعه 12 نكون بنحتفل بصعود النادي الاهلي يا كابتن هيثم للدور قبل النهائي باذن الله ان شاء الله. وفي الاول والاخر هي مباراه ما بين الاشقاء، وطبعا ما يفوتناش ابدا كابتن محمود الخطيب وجه الشكر لنادي الرجاء، وده يؤكد على العلاقات الطيبه بين الفريقين وبين الناديين الكبار. وكمان عايز اقول انه يعني ده شفناه هنا في استقبال النادي الاهلي لفريق الرجاء، وايضا حصل المثل هناك بالترحاب بالنادي الاهلي ومسؤوليه ولاعبته. والحقيقه ده بينم على علاقه قويه بين الاشقاء سواء هنا او في المغرب. وطبعا ده بيان طبعا النادي الاهلي، النادي الاهلي الكابتن محمود خطيب بيشكر نادي الرجاء وبيؤكد على العلاقات الطيبه مع الاشقاء المغاربه. كان سبقه خطاب من نادي الرجاء يا كابتن هيثم، وكان في اتصال هاتفي ما بين رئيس نادي الرجاء ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب للاطمئنان على بعثه النادي الاهلي في المغرب، وهو ده اللي احنا دايما بنسعى ليه، لان الكره بتقرب الشعوب يا كابتن هيثم. وخلاص النادي الاهلي تعلم الدرس جيدا، النادي الاهلي اوقف ما كان يصنعه او يحاول ان يصنعه الصغار مثلما تقرر قبل كده في 2018، لكن النادي الاهلي كان حريص جدا على فكره الروح الطيبه، وانها مباراه تنافسيه في كره القدم. وجماهير الرجاء يا كابتن هيثم من اقرب الجماهير للنادي الاهلي، يعني لو شفنا جماهير في انديه عربيه ستجد دائما وابدا ان جماهير الرجاء المغربي بتميل بشكل كبير جدا لجماهير النادي الاهلي، ودائما وابدا لو هم مش حاصلين على البطوله وده بطبعهم بيتمنوا فوز النادي الاهلي. البعض يعني كان حاول ان هو يعني كعادته في فكره فتيل الازمه بين الجماهير العربيه وتحديدا فروات النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي توقف لهذا او وقف لهذا بالمرصاد، واصدر كم من البيانات من شانها وقد الفتنه. وبالفعل من اول ما سافرت بعثه النادي الاهلي واحنا شايفين في ترحاب شديد جدا، وفي ود حتى اتكلم عنه الشناوي النهارده في المؤتمر الصحفي، وهنا بياخدنا لرساله مهمه جدا. اي ازمه حصلت من قبل مع النادي الاهلي في دوله عربيه سواء في السودان مع الهلال السوداني الشقيق او مع الترجي التونسي الشقيق كان سببها بعض الاعلاميين الغير منتمين للنادي الاهلي. ارجوكم توقفوا، ارجوكم تحلوا بالمسؤوليه، فالنادي الاهلي نادي له كل الترحاب وله شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي مهما حاول البعض ان يوضح عكس ذلك. واكيد برضو احنا ما ننساش ان احنا طبعا نوجه الشكر لطبعا للسيد انيس محفوظ رئيس نادي الرجاء، الحقيقه اللي بين ووضح بالفعل وليس بالقول فقط مقدار الفرح والترحاب. طبعا ده طبعا الرجاء، ده بيان الرجاء او البيان اللي اصدره طبعا نادي الرجاء على لسان السيد انيس محفوظ رئيس النادي، اللي طبعا يعني من هنا اكيد بنشكر اشقائنا المغاربه. وزي ما قال زميلي احمد ان الرياضه تقرب الشعوب، ما بالك بقى لما يبقى الشعبين عربيين يعني وبتربطهم علاقات كبيره. خلينا احمد نروح ل المؤتمر الصحفي اللي قاله. لا لسه قبل المؤتمر. قبل المؤتمر خلينا بس نوضح نقطه مهمه جدا، لان المباراه دي فعلا مباراه حاسمه جدا. احنا بنتمنى يكون القتال على ارض الملعب، ولكن عندنا زميلنا ومراسلنا في المغرب محمد توفيق ولقاء مهم جدا مع سياده سفير جمهوريه مصر العربيه في المغرب السفير ياسر عثمان. نطلع نشوف اللقاء ونرجع لحضراتكم.
مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وقبل مباراه الاهلي والرجاء في اياب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا، سعدنا يكون معانا سفير مصر بالمملكه المغربيه معالي السفير ياسر عثمان. معالي السفير في البدايه برحب بحضرتك وبنوجه لك الشكر على كل المجهودات اللي بذلتها في اخر فتره خلال تواجد بس النادي الاهلي في المغرب. اهلا بيكم، شرفتوا المغرب، وده شكر على واجب، ده واجبنا، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان يكون ماتش موفق ان شاء الله للنادي الاهلي. انا حضرتك بقى يعني قبل الماتش ان شاء الله المباراه غدا باذن الله، يعني اهم الترتيبات والاستعدادات اللي قامت بها السفاره المصريه هنا لمباراه الاهلي والرجاء. يعني هو طبعا تم التركيز على الجانب الامني، تم الطلب من السلطات المغربيه بزياده الامن خلال الماتش والتامين البعثه بشكل اضافي، وتم الاستجابه لكل هذه الطلبات، وبالتالي هناك تعاون كامل من الجانب المغربي لضمان امن البعثه، وان شاء الله يكون الماتش متحضر وحضاري باذن الله. الاستاد من المتوقع ان يكون ان يمتلي عن اخره طبعا بالمشجعين المغاربه، ولكن طبعا احنا عندنا ان شاء الله جاليه مصريه كبيره هنا، واحنا شجعنا الجاليه انها تحضر، وان شاء الله هيبقى في حضور للجاليه. طبعا مش هيكون بحضور طبعا الجماهير المغربيه، ولكن هيكون في حضور ملحوظ للجاليه ان شاء الله. الاهلي بيلعب في بلده الثاني، وبالتالي ان شاء الله الماتش هيخرج في احسن صوره، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طبعا ده كان لقاء سيادة السفير اللي بنشكره طبعا على الدور اللي بيقوم بيه مع النادي الأهلي من الاستقبال في المطار حتى زيارة بعثة الفريق وتدريب الفريق، وبيؤكد على أن الحالة الأمنية حالة مستقرة جدا، وده اللي بنرجوه وبنأمله، وده اللي احنا واثقين فيه. احنا بنلعب فعلا في بلدنا التانية المغرب، بنلعب وسط أشقائنا، إن شاء الله هنتمنى الفوز للنادي الأهلي، ولاعيبة النادي الأهلي هتقاتل على أرض الملعب من أجل الفوز، ولكن في النهاية هنقول هارد لك للخاسر وهنقول مبروك للفايز، وإن شاء الله يكون مبروك دي للنادي الأهلي ويكمل مسيره عشان نحقق بإذنك يا رب ال 11 والثالثة على التوالي، لأن ده تاريخ بالتأكيد لم يسبق النادي الأهلي إليه أي فريق، حتى النادي الأهلي ما قدرش يحقق بطولة ثالثة على التوالي، فنتمنى هذا الجيل إنه يصنع التاريخ ويحقق البطولة الثالثة على التوالي. كابتن، ويمكن يعني برضو جماهير النادي الأهلي أكيد حاضرة في هذه المباراة. ونروح لزميلنا محمد توفيق وأحد اللقاءات مع كبير مشجعي النادي الأهلي بالمغرب. مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من الدار البيضاء وخلال تغطيتنا لمباراه الاهلي والرجاء في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، يعني معانا واحد من اقدم المصريين الموجودين هنا في المملكه المغربيه وواحد من اكبر جماهير النادي الاهلي هنا، يعني الحاج رضوان بلال. يعني برحب بحضرتك في البدايه، يعني عرفنا وعرف كل جماهير النادي الاهلي بقالك كام سنه هنا وحكايه بقى عشقك للنادي الاهلي. انا بشجع النادي الاهلي من اكثر من 60 سنه لما كنت في مصر، وهنا 43 سنة أو 44 سنة إن شاء الله، ولكن الأهلي هنا مش في حتة تانية. النادي الأهلي في المغرب لابد إننا نشوفه ونحضر ونتمنى الربح، والحمد لله دايما رابحين وكسبانين إن شاء الله. النادي الأهلي أهلي، عارف أهلي يعني؟ يعني الواحد إذا ما فرحش بأهله يبقى مش هيفرح بحد تاني. اي وقت اي خبر صغير كبير على النادي الاهلي بيفرحني، وخصوصا لما بيكسب. كابتن عبد الحفيظ انا يعني اعرفه من ايام ما كان لاعب، من ايام كان لاعب ومتعنا بلعبه في النادي الاهلي، وشفته السنه اللي فاتت مع لما كانوا بيلعبوا هنا مع كايزر وبشرتهم بالكاس، والحمد لله خدوه، وبرضه ببشركم بالكاس، وان شاء الله هتاخدوه، ان شاء الله الاهلي هياخد الكاس ان شاء الله. زي ما حضراتكم يعني شايفين الحب والمشاعر، وزي ما قال الراحل صالح سليم، النادي الاهلي ملك من صنعوه، ومن صنعوه هو جمهور النادي الاهلي، ما نساهوش البعد ولا حتى الزمن في حب النادي الاهلي، وشايله في قلبه ومستني اليوم ده على الحقيقه عشان يكون بيقادر فريقه المفضل، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. اختصر طبعا الكلام كله في كلمتين فقط لا غير، قال الاهلي اهلي باختصار شديد جدا. الاهلي بالحياه 60 سنه، ربنا يديله الصحه ويديله العمر ويفرح بالنادي الاهلي وهو بيحقق البطوله ال 11 باذن الله، ويفرح بالنادي الاهلي وهو بيعبر الرجاء باذن الله. ولكن كانت جمله عبقريه جدا، اختصر فيها الزمن واختصر فيها تشجيع النادي الاهلي، النادي الاهلي اهلي. طبعا ده كان لقاء مع اكبر مشجعي النادي الاهلي في المغرب. عندنا طبعا النهارده كان في المؤتمر الصحفي للمباراه، وكان عندنا كلمة مهمة جدا من كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي، هنروح نسمعها ونرجع نعقب. طبعا بالنسبة لنا احنا لتحضير المباراة، طبعا احنا عارفين مباراة تبقى مباراة قوية، مباراة تعدينا النصف النهائي، واحنا طبعا عارفين فريق الرجاء بقالنا مقابلتين قبلنا وقبل كده، واحنا دلوقتي عارفين بعض كويس جدا، واحنا بنحترمهم وبيحترمونا،
عشان كده تبقى المباراة إن شاء الله في الملعب، إن شاء الله يعني على قد ما نقدر نرجع، إن شاء الله نرجع بالتأهل، وإن شاء الله تبقى مباراة قوية. طبعا اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي عارفة أهمية المباراة اللي إحنا هنلعبها إن شاء الله بكرة، هم عارفين يعني إيه أهمية المباراة وأهمية البطولة عامة كلها، وإحنا دي مش أول مرة نلعب الرجاء، واللعيبة كلها مركزة واللعيبة عارفة يعني إيه. إحنا إن شاء الله محضرين بقالنا دلوقتي 3 أيام هنا في المغرب، وبنحضر مع الجهاز الفني وبنشتغل إن شاء الله نرجع بالتأهل. وإحنا اتحطينا في المواقف دي كتير، وإحنا لعبنا هنا في المغرب أكتر من مرة، معظم اللعيبة اللي موجودة اتحطت في الموقف ده قبل كده، معظم اللعيبة من النادي الأهلي في منتخب مصر اتحطت في المواقف دي قبل كده، وإحنا طبعا اللعيبة كلها بتحب الأجواء دي، بتحب تلعب في الأجواء بتاعة الجمهور والكلام ده كله، اللعيبة كلها واثقة من نفسها جدا وعارفة الكلام ده كويس، إن شاء الله نرجع بالتأهل يعني إن شاء الله. أولا طبعا رد على سؤال حضرتك، طبعا أنا ماليش دعوة بموضوع الحكام ده خالص، لو أنا أتكلم في موضوع الحكام إحنا لينا برضه في ماتش السوبر نفس النظام، بس دي مش شغلتي أنا، شغلتي بس في الملعب تمام مع اللعيبة وأتكلم مع اللعيبة، وشغل بس في الملعب يعني اللغة بتبقى قريبة بعد ما نفهم بعض، دي بتبقى بالنسبة لنا بتبقى شوية عشان لو في أي حاجة من دول في الملعب الكلام ده كله، بتبقى المباراة تبقى قوية، وأهم حاجة المنافسة تبقى في الملعب، وأهم حاجة يعني يا رب زي ما انت بتقول يا رب مفيش حد يتلعب مصاب ولا الكلام ده كله. احنا بالنسبه لنا بنبقى موجودين في تونس او في المغرب بالنسبه لنا بنكون مبسوطين ان دي يعني اشقاء في الاول وفي الاخر، واهم حاجه ما احنا بنبقى موجودين والجمهور بيبقى موجودين بنبقى مبسوطين جدا، اللعيبه بتبقى مبسوطه جدا بتحب تلعب في الاجواء ديت. طبعا المباراه بتاعت بكره انا قلت كذا مره ان المباراه قويه جدا، واحنا لعبنا قبل كده مرتين، احترمنا ان فرقه الرجاء بجمهوره بشعب المغرب كله طبعا، وان شاء الله ان شاء الله لعبه مركزه، ان شاء الله هنرجع بالتاهل ان شاء الله بكره. طبعا النادي الاهلي نادي كبير طبعا، بيلعب في كل البطولات في كاس عالم انديه، وبيلعب في بطوله افريقيا، وبيلعب سوبر افريقي اللي احنا لعبناه اخر مره مع فرقه الرجاء وفي الدوحه. لعيبه الاهلي طبعا عارفه الكلام ده جدا، عارفه ان احنا بنخش البطوله، بنخش البطوله بتبقى هي مستعده للكلام ده كله، واحنا لعيبه كبار واداره النادي والجهاز الفني كله بنعد اللعيبه بالكلام ده، وهم عارفين يعني ايه كل ماتش وماتش بطوله بنخشها بيبقى على طول عينينا على المركز الاول هنا على طول، اي بطوله بنخشها بنبقى حاطين في دماغنا ان احنا ناخد رقم واحد الحمد لله. يعني موضوع كاس العالم الانديه، كاس العالم مع المنتخب يعني كل الناس شافت الظروف وشافت المباراه الاخرانيه، ومفيش توفيق ان احنا نصعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ومنتخب كبير زي ما انت بتقول، واحنا دلوقتي عندنا مباراه بكره، واحنا دلوقتي مركزين في المباراه بتاعت بكره، ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره. مش عارف انتوا قاعدين تتكلموا عن موضوع الجمهور كتير قوي، يعني حاسسنا مثلا ان احنا جايين حرب، مش عارف ليه احنا جايين بلد شعب المغرب الناس مقربانه من اول ما جينا، الناس بصراحه استقبال احسن من رائع في المغرب، يعني كل شويه بتتكلموا على الجمهور الجمهور الجمهور، احنا 11 ضد 11 في الملعب يا جماعه، مفيش حد ينزل في الملعب، يعني لو حد نزل في الملعب ده اكيد عيب في الشعب المغرب وعيش في الامن عيب في الامن اللي موجود. ده الموضوع مش عارف انتوا متعصبين. بعد اذن حضرتك الله يخليك ما تقاطعش مش عارف ليه انا برد على سؤال زميلك، مش عارف متعصبين ليه بتتكلموا بحديه، مش عارف ليه احنا بنتكلم بالراحه والامور كويسه، مش عارف ليه الموضوع سهل وبسيط، الموضوع سهل وبسيط، انتوا متعصبين باين عليكم جدا ان انتوا متعصبين يا جماعه. والله خلينا نركز، يعني هنقول اهم النقاط اللي اتكلم فيها كابتن محمد الشناوي قبل ما نروح لختام اللقاء. يعني هو اتكلم عن فكره ان لعيبه النادي الاهلي تعرضت للمواقف دي كتير، وان اللعيبه قادره على انها تقدم كرتها حتى لو في تواجد جماهير، لان لعيبه النادي الاهلي خبرات. اتكلم عن فكره جينات النادي الاهلي وفكره تحقيق البطوله، وان اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها بيكون دايما هدفه على انه على المركز الاول وتحقيق اللقب. اتكلم عن طبعا الجهد الكبير اللي هيبذلوه اللاعبين والعلاقه بين اللاعبين على ارض الملعب وصعود النادي الاهلي للمباراه القادمه، واتكلم عن فكره الاخوه والاشقاء ما بين الاهلي والرجاء، وحاول البعض ياخدوا لمباراه منتخب مصر في كاس العالم، قال ان المباراه ما كانش فيها توفيق ولكن احنا مركزين في هذه المباراه. في بعض الاوقات بيكون هناك بعض المراسلين وبعض الصحفيين في كل حته في العالم هدفهم محاوله استفزاز الضيف او محاوله طرح اسئله بشكل فيه حده، او ان هو ما بيقدرش يتمالك اعصابه، يعني بتختلط الامور التشجيعيه والانتماء بالمهنيه في الموضوع. الكابتن محمد الشناوي بيجيب على سؤال
لاحد المراسلين او احد الصحفيين، ففي صحفي اخر بيتدخل في السؤال وبيوضح الكابتن محمد الشناوي ان احنا هاديين والامور هاديه جدا، ومن وقت ما وصلنا المغرب والعلاقه بيننا وبين الشعب المغربي هاديه جدا. ليه المحاولات ان انتوا عاوزين توصلونا ان احنا داخلين حرب؟ احنا داخلين 11 لاعب قصاد 11 لاعب، والجماهير دورها بالتاكيد كبير، ولكن ان كان هي مش هتنزل تلعب. فطبعا الكابتن محمد الشناوي قفل بسرعه باب الاخ الزميل الصحفي اللي بيحاول ان هو ياخد يا كابتن هيثم الموضوع لشكل فيه تعصب وعصبيه. بس انا عايز اقول حاجه مهمه، يمكن كابتن محمد الشناوي اكد على انه الفريق واللعيبه اغلب اللعيبه مروا بظروف زي كده ومباريات زي دي، ويمكن المؤتمرات الصحفيه بتتحلل فيها كل كلمه بتتقال كويس. يمكن كابتن الشناوي كابتن فريق وهو احد يعني اعظم حراس المرمى اللي جم في هذه القاره، فلما بيطلع يتكلم بيتحلل، فواضح جدا الهدوء والثقه اللي بيتكلم بيها، وانه عنده ثقه في فرقته انه عدوا بالظروف دي، وانه اكد ان احنا قابلنا الفرقتين، خرجنا الفرقه دي مباراتين في السوبر الافريقي وايضا في مباراه الذهاب واستطعنا ان احنا نفوز. فمعنى كده ان شنابول احنا نازلين بكره عشان نكسب، نازلين بكره عشان نتخطى ان شاء الله بالفوز ايضا. فكل دي رسائل بتبقى بين السطور بتبقى مهمه جدا. الحاجه الثانيه اللي انا يعني شايف ان هي مهمه، يمكن انا اتكلم شويه اكتر في الرسائل اللي بتبقى في المؤتمرات الصحفيه اللي بيحللها طبعا كل المتابعين، وهي انه يعني ما فيش اي مشكله خالص في حضور الجماهير او عدد الجماهير او الكلام ده كله، لانه في الاخر هو 11 لاعب و11 لاعب. انا نفسي لما كنت بنزل العب وكان بيتقال ان في صاله فيها كذا والصاله فيها كذا، بالعكس انت بتوصل لمرحله في المباراه انت مش سامع حد، انت مركز في لعبك وشغلك وخلص الموضوع. يمكن حتى لما المؤتمر الصحفي حب ياخد شكل عصبي شويه، هو بقيادته وبشخصيته استطاع ان هو يرجع تاني المؤتمر الصحفي لجو الود والحب والاخاء اللي كانت موجوده منذ البداية. ويمكن المؤتمرات الصحفية أيضا حتى من الطرف الآخر أو الفرقة اللي احنا هنلعبها أيضا بيكون في أمور وبتتقال بين السطور وبتتحلل لكل الفريق بالتأكيد. بس أنا عايز أخذ من كلام حضرتك كابتن هيثم، قلت نقطة مهمة جدا، هي فكرة أن أنت بتيجي في وقت من المباراة بتبدأ خلاص مش سامع المدرج، هو ده الهدف الأساسي اللي تقدر تصعد بيه إن شاء الله من مباراة بكرة. أول ربع ساعة أو أول 10 دقايق هي أهم ربع ساعة وأهم 10 دقايق في المباراة، تقدر بإذن الله أن أنت تمتص غضب الجماهير. يمكن مانويل جوزيه في 2006 كانت رسالة واضحة جدا لما نزل من الباص بتاع اللاعبين، طبعا كان في ضغط شديد جدا في جماهير الصفاقسي التونسي في النهائي البطولة، فنزل من الباص اللاعبين بملابس الرحلة، نزلوا على أرض الملعب عشان ياخدوا أول صدمة من مواجهة جماهير الصفاقسي التونسي. وقتها لفوا الملعب خلاص، سمعوا صوت الجماهير، الجماهير طلعت الشحنه اللي عندها بشكل او باخر، استكملت الشحنه دي لما اللعيبه رجعت تاني لغرف الملابس ونزلت تتسخن قبل المباراه 10 دقائق ربع ساعه، امتصت جزء كبير جدا من غضب او حماس، ما خلي بلاش نقول غضب، حماس جماهير الصفاقسي التونسي. بعد كده نزلت المباراه، اللي متابع المباراه جيدا واللي فاكر احداثها هيشوف قد ايه الشوط الثاني كان جماهير الصفاقسي التونسي كانت صامته تماما، حصل كل دقيقه بتعدي في الشوط الثاني هي دقيقه قلق وتوتر، لدرجه ان بعض لاعبي الصفاقسي التونسي كان منهم عصام المرداسي بيحاول ان هو يستفيق او يفوق الجماهير كده عشان تبدا تشجع، وبداوا يرجعوا للمناطق الخلفيه، وقدر النادي الاهلي يطلع ببطوله صعبه جدا برغم ان النتيجه اللي كانت في القاهره كانت نتيجه وقتها المفترض سلبيه بالتعادل الايجابي. انت النهارده محقق فوز 2-1، حاول البعض ان هو يقلل من قيمه الفوز، خلينا نقول ان البعض كان استغل غضب جماهير النادي الاهلي وكان محق يا كابتن هيثم، لان انت المباراه دي كان المفترض تطلع فايز باكتر من هدف، ضيعت فرص كتير، فانها تختم ب 2-1 وكان لاعب مطرود حوالي نص ساعه ممكن ده يخلي الجماهير تغضب، لكن البعض حاول ياخد غضب الجماهير ده لفكره الصعوبه المهمه او استحاله المهمه وان النادي الاهلي خلاص بره البطوله، فحابين نقول لا بس خلينا النادي الاهلي قادر. خلينا اقول لك برضو يا احمد ان مباراه الذهاب هنا اللي كانت في القاهره النادي الاهلي قدم مباراه كبيره، يعني قصدي اقول ان احنا كنا ممكن لو كان ربنا وفقنا طبعا قدر الله ما شاء فعل، بس احنا بنتكلم تحليليا لو كنا حاطين الهدف الثالث كانت الدنيا هتبقى جميله جدا وما فيش اي مشكله، يعني قصدي اقول انه مع يعني حتى الوضع اللي احنا بنقول مباراه صعبه وان احنا رايحين بنتيجه دخل فينا هدف، مع ذلك احنا كنا يمكن اغلب فترات المباراه احنا كنا مسيطرين. يمكن نروح مع حضراتكم دي مراجعه كده المباراه الاولى عشان نوضح للناس ان عامل التوفيق في حاله رعونه، في حاله اخفاق، في حاله تعامل ما كانش بالشكل الجيد مع انهاء الهجمات، لكن ان انت يكون استحواذك 58% كابتن هيثم مقابل 42%، المحاولات
بس احنا لا احنا عايزين نقف على نقطه نقطه معلش يا احمد. يعني الاستحواذ لما 58-42 ساعات بتكون هذا او الارقام دي ساعات يقول لك ده استحوذ بس ما كانش مؤثر بالظبط. اللي يفسر بقى الاستحواذ اذا كان استحواذ سلبي بالزبط. ولا استحواذ فعلا محاولاتك على المرمى كانت ايه؟ اتفضل بقى. بالظبط 25 محاوله مقابل 6 محاولات. نعم. 11 محاوله ان تارجت يا كابتن هيثم. 11 محاوله يبقى مش استحواذ كذب. مش فيك. انت كنت بتلعب في ال 18 حتى المحاولات ال 25 دول 20 منهم محاوله من داخل منطقه الجزاء. نعم. يعني انت وصلت للثلث الاخير لملعب فريق الرجاء وبمنطقه الجزاء ما بين الثلاث خشبات وقدرت لا ده من داخل منطقه الجزاء بتسدد. حلو. ما بين الثلاث خشبات كان 11 فقط لا غير. بقول لك 11 من ال 25 بالظبط. 11 الناحيه الثانيه كام؟ 2 منهم هدف بالظبط. يعني اللي اقصد اقوله شديد جدا. الله ينور عليك. اللي اقصد اقوله انت الارقام اللي قلتها دي يا ابو حميد انا بشكرك عليها طبعا. الارقام دي وبنشكر فريق الاعداد لانه هنا نقدر نقول ان احنا ادينا مباراه جيده جدا. التوفيق وعدم التوفيق ومع ذلك انت رايح كسبان بالظبط. هنا 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 الارقام ما بتكذبش ولكن ارجع واقول المباريات الكبيره بتبقى عليها ضغط عصبي قد يكون في وقت من الاوقات بيهبط تركيزك نتيجه الضغط العصبي على اللاعبين وبيحسمها تفاصيل صغيره صحيح. جدا انت عملت 7 فرص محققه في المباراه الاولى. الناس شافت ان انس الزنيتي حارس مرمى فريق الرجاء كان مصاب وراجع من الاصابه. هو لعب قدامنا مباراه السوبر وكان يعني احد الهدف اللي جه في مرماه كان الكره بتقع من ايده كتير وقدر بيرسي تاوي يستغل القصه دي مع طاير محمد طاير وقدرنا نسجل هدف. لكن ظهر بشكل يعني انا بشوفه ان هو يوم حظه لان نعم. احيانا التصديات اللي تعرض ليها او يعني تصدى ليها انس الزنيتي انا بشوف انها ممكن تكون اكبر من امكانياته مع كامل احترامي وتقديري ليه كحارس مرمى. لكن هو يتصدى لثمان تسديدات اون تارجت منهم ركله جزاء وكمان كره طاهر محمد طاهر في الدقيقه الاخيره في الزاويه الضيقه. يعني دي تصديات حارس كبير. نتمنى ان هو ما يكونش بنفس توفيق مباراه الذهاب لان كابتن التوفيق عليه عامل كبير جدا وده اللي اتكلم فيه بيتسو موسيماني ان غاب التوفيق عننا في المباراه الاولى ان يكون في امنيات بالتوفيق في المباراه الثانيه. طب انا اسالك سؤال يا احمد من وجهه نظرك انت يعني متابع جيد وكل صغيره وكبيره ساعات الجمهور بيكون ضغط على صاحبه او فرقته ده هل ده ممكن نشوفه بكره؟ هو ده اللي احنا اللي انا بتكلم فيه واللي انا بامل فيه الا وهو اول 10 دقائق. اول 10 دقائق مستحيل الجمهور هيكون ضد المنافس ضد فريقه هيكون مع فريقه بمنتهى القوه. انت اللي تقدر تحايد الجمهور وانت اللي تقدر تحول الجمهور لسلاح في ظهر المنافس. بمعنى انت تحايد الجمهور ان انت تفضل محافظ على النتيجه 0-0. الجمهور مع الوقت هيتم تحييده بشكل او باخر حتى بس بشرط ان انت تكون مستحوذ على الكره. وطريقه لعب الاهلي هي الاستحواذ. هيكون صراع استحواذ بالتاكيد مع فريق الرجاء. لو قدرت ان انت تستحوذ على كره على الكره في المباراه دي انت هتحايد الجمهور. طب امتى بقى تقدر تقلب الجمهور ويصبح ضغط على فريق الرجاء؟ انك تسجل هدف. هو ده اللي لازم نلعب عليه. او كمان الفريق المنافس يتاخر في تسجيل هدف. هنا الجمهور بيبتدي يبقى ضغط كبير على فرقته مستعجلها تيجي يصفر يبتدي عايز جون عايز جون بالزبط. فبينقلب الجمهور لان احنا شفنا الموضوع اكتر من مره. بس طول ما 0-0 يا كابتن هيثم انت معاك للدقيقه 90 في ضغط عصبي. نعم. والجماهير هتفضل نعم. معاك لان الجول بيجي في لحظه صحيح. لكن لو انت سجلت هدف خلاص. انت حولت الجمهور خلاص. تماما ان هو يكون ضغط خدت الثقه مطالب ان هو يحط هدفين عشان يتعادل معاك عشان يوصل للتعادل معاك. وقتها هيفتح خطوطه وهيقدم خطوطه تقدر تسجل اكتر من هدف. فان شاء الله يعني يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. فريق الامكانيات يا جماعه يعني مش بنبالغ فارق الامكانيات باعتراف حتى الجانب المغربي والأرقام. هو فارق للنادي الاهلي لصالح النادي الاهلي. امكانيات النادي الاهلي اعلى الامور الفنيه النادي اعلى. حتى جماهير الرجاء البيضاء والمغربي لما دخلت معاه في بعض النقاشات كانوا بيقروا ان لو هم هيتفقوا معانا في حاجه هي فكره ان فارق الامكانيات الفنيه لصالح النادي الاهلي. يبقى التوفيق عامل مهم جدا ومفيش بطوله بتحسم بدون توفيق ومفيش مباراه بتحسم بالفوز يا كابتن هيثم بدون توفيق. ان شاء الله نسال الله التوفيق للفريق. وخلينا ايه رايك نروح نشوف مستر موسيماني قال ايه في المؤتمر الصحفي. اعزائي المشاهدين هنروح نشوف مستر موسيماني. مهم جدا نسمع طبعا راي الهيد كوتش عن مباراه بكره نشوف قال ايه ونرجع نعقب لحضراتكم. Yes, we have a very interesting game. مباراة مثيرة للاهتمام للغاية. Against a credible team. والفريق يمكن الاعتماد عليه. A team that has a big legacy. فريق لديه تاريخ كبير في الكرة الإفريقية. ونحن هنا لأجل أن نبدي لهم كل الاحترام
ونحن هنا أيضا لأن ننافس في نصف النهائي. بالتأكيد ستكون مباراة صعبة للغاية كما نتوقع جميعا، ولكن هي لعبة أو مباراة كرة قدم. على الأقل نحن جئنا بشيء في أيدينا، شيء ملموس في أيدينا، وهذا يشجعنا لأن نمضي قدما. الدعم الذي حظينا به والاحترام الذي حظينا به جعلنا نقدم لهم الاحترام المتبادل، وكنت سعيد للغاية بهذا الدعم. وكنت هنا من قبل عدة مرات، ربما 4 أو 5 مرات، ولدينا هذه العلاقة. نحن نحارب في الملعب فقط مع الرجاء، هي المرة الأولى. لا أعلم، ولكننا نحترم الرجاء، هم فريق قوي. لعبنا معهم من قبل مرتين وفزنا مرتين، ولا أعلم المرة الثالثة، ولكن نحن نحترمهم. كنت في مصر منذ 18 شهرا، ويمكن أن تسألوا المصريين على مدار 18 شهر لم أتلقى أي تعليق على الحكم، وهذا أعطاني موقع حظيت به، لأني أعرف جيدا أنه في كرة القدم الحكام في بعض الأحيان يرتكبون الأخطاء ربما، وهذا يحدث. وفي بعض الأحيان أيضا أعتقد أن رجاء أيضا أعانوا من هذه المشكلة. الحكام هم بشر ويرتكبون أخطاء، ولهذا لا أعلق على عمل الحكام، لأنه في بعض أحيانا نكون مليئين بالمشاعر الغاضبة، ولكن عندما نستفيد لا نخرج بتعليقات ربما إذا لم نحظى بالاهتمام الكافي. لهذا لا أريد أن أعلق على الحكام، وكل المباريات السابقة لم أعلق على الحكام، خاصة في وجود الفار. وأنا سعيد جدا في أن الكاف قرر أن يكون الفار متواجد وأن يعمل في هذه المباراة. لهذا نحن نحتاج إلى الفار لحسم الأمور، وإذا حدث بعض الأخطاء كما قلت الحكام يرتكبون الأخطاء، وأحيانا نحن نستفيد، وإذا لم نستفد بالتأكيد نتحدث كما تتحدثون ونتهم الحكام، وهذا شيء عادي في كرة القدم. نحن نفتقد بعض اللاعبين، وهم لاعبين هامين بالنسبة لنا، على سبيل المثال بدر بنون، ولكن كرة القدم لا يجب أن تستمر بأي تشكيلة. وأيضا بالنسبة للرجاء يمكن أن يتحدثوا هم فيما يتعلق باللاعبين الذين يفتقدونهم، ولكن نعم نحن نفتقد بدر ونحن نحبه، ولكن يجب أن نستمر. أنا سعيد وحظي كان سعيدا أن أفوز مرتين على الرجاء، ولا أريد أن أكون المدرب الذي لا يفوز، المدرب الذي يخسر ويذهب يترك الفريق. لا أريد أن أكون هذا المدرب، وأنا كنت محظوظ على مدار 21 عاما، وهذه هي الحياة، ولا أريد أن أدخل في نقاشات حول الرجاء ومؤيدين الرجاء. أنت لديك الحق، فأنت مغربي، وكل الزملاء يقولون أنك على حق أو أنت لست على حق، فهذه ليست هذه الأمور ليست لي، ولكن أنا أحترم ما تقوله. أنا أجلس بجانب حارس المرمى، وكان معي عندما قابلنا الرجاء في السوبر، وأنا أجلس بجوار كابتن الفريق وحارس المرمى، كان معنا أيضا في كأس العالم في المباريات الكبرى في ليبرتادوريس، وأيضا بعض البطولات الأخرى.
وقد رأيت ماذا فعله بالنسبة لضربات الجزاء، وأنا أيضا أحترم حارس المرمى لفريق الرجاء، وأحرزنا الكثير من ضربات الجزاء في أيضا في الدوحة في البطولة الأخيرة، وهو حارس مرمى كبير أحترمه للغاية، ولا أعلم إذا كنت تقولون أن هذا الوضع سيكون مختلف، ولكن أنا أحترم كل الأوضاع، وربما هذه المباراة لا تذهب إلى ضربات الجزاء، ولكن إذا ذهبت إلى ضربات الجزاء سنتذكر سويا ما حدث في الدوحة. لدي لاعبين لعبوا في موزمبيق في تونس، ولدي لاعبين في فرق مختلفة، وأعتقد أنتم تعلمون تاريخ الأهلي جيدا على مدار السنوات الماضية، وكانوا هنا من قبل وباستاد مليء بالجماهير، هذا ليس شيء جديد عليهم، كانوا هنا من قبل مع هذه الجماهير. كل ما سنفعله هو احترام فريق الرجاء، كامل الاحترام لفريق الرجاء، ولكننا سنتنافس في الملعب. هذه الأمور ليست جديدة بالنسبة لنا، نحن لسنا جدد في هذه اللعبة، نحن فزنا بالبطولة 10 مرات في بوجود جمهور في المدرجات. نحن نحترم الرجاء ونحن نحترم جمهور الرجاء، ولكن لدينا مباراة يجب أن نخوضها، ونحن جئنا من أجل تحقيق الفوز، ولم نجئ من أجل أن نكون خائفين، ولكن جئنا للاحترام. الحقيقة مستر موسيماني، في يعني الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي ما خرجش كتير عن اللي بيقوله دايما في المؤتمرات الصحفية، يمكن أبرز النقاط هي نواحي نفسية أكتر، ويمكن كان في رسالة واضحة يمكن قلما مستر موسيماني بيقول احنا لازم بكره نكسب، لازم بكره نلعب للفوز، يمكن ده كان اول او من اولى تصريحاته في المؤتمر الصحفي. الحاجه الثانيه، وكالعاده حتى من ايام ما كان في سان داونز، هو يحترم المنافس بشكل كبير، وبيدي قيمه الفريق المنافس يمكن بشكل في الكثير من الاحترام، وده الحقيقه بيبقى رساله للعيبه ورساله لكل المحيطين بيه، ان يا جماعه احنا بنلعب فريق محترم. يمكن هو معلقش على التحكيم والأخطاء التحكيمية، ولكن هو كان سعيد جدا بوجود الفار، وإحنا نفسنا سعداء بوجود الفار، وتمنى أن الفار يكون في دوري المجموعات. الحقيقة ممكن نتلاشى أخطاء كتيرة جدا لو الفار كان موجود في الجامعات. ويمكن ركز على نقطة مهمة وهي ضربات الجزاء دي، حتى يعني برضو نفسية، إن إحنا لما وصلنا ضربات جزاء، أنا النهاردة في المؤتمر الصحفي جنبي حارس المرمى، وقال إنجازات الشناوي، وقال قد ايه هو حارس مرمى مميز في ضربات الجزاء، يعني كلها رسائل هو عارف بيعمل ايه وبيقول ايه. لا ده في رسائل نفسية كمان، انا يعني بقول شابوه الموسيماني على ذكائه في التعامل مع فكرة الغياب اللاعبين وفكرة اسم بدر بنون. لو ركزتوا في المؤتمرات الصحفية منذ إصابة بدر بنون، كان دايما بيتسو موسيماني بيقول عندنا عناصر مهمة جدا وعناصر أساسية غايبة، وبيعددهم أحيانا وأحيانا لا يذكرهم. لما تكون في المغرب وواضح جدا أن المؤتمر الصحفي فيه من الإجابات بيتسو موسيماني وإجابات كابتن محمد الشناوي، أن واضح أن أسئلة كتير بتتكلم عن فكرة الجماهير وهتعملوا إيه قصاد الجماهير، ومحاولة يعني بث حالة من القلق لدى بعثة النادي الأهلي والجهاز الفني وكابتن الفريق، فكان الردود واضحة جدا. وعجبني بيتسو موسيماني في ذكائه، فكرة أن أنا عندي لعيب مصاب، عندنا غيابات كتير، عندنا بدر بنون. فكرة بدر بنون كابتن فريق الرجاء السابق هو نوع من أنواع أن أنت بتشيل الحواجز النفسية إلى حد ما بينك وبين جماهير الرجاء، وبتوضح لهم أن أنا لاعب مهم إحنا بنحبه. اللاعب ده كان كابتن فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وزيارة بدر بنون لمعسكر النادي الأهلي والحديث عن فكرة هننحي كل من يحاول بث سمومه والفتنة بين الأشقاء، لا هنبعدها جانبا، الأفضل يكون على أرض الملعب هو اللي يكسب، وإن شاء الله يكون الأفضل فريق الأهلي أمام فريق الرجاء. ده بدر بنون، فعجبتني جدا من بيتسو موسيماني. وحتة الإشارة لكابتن محمد الشناوي، لأن في نفس المؤتمر واضح إن هو بص لنفس الصحفي عن قيمة كابتن محمد الشناوي، أنا مش عايز أوصل لركلات الجزاء، ولكن لو وصلت لركلات الترجيح أنا وصلت قبل كده مع الرجاء وهنعيد الأمجاد إن شاء الله. بالتأكيد دي كانت تصريحات مهمة جدا لبيتسو موسيماني، عجبني جدا ردوده بذكاء وذكر اسم بدر بنون. نتمنى بإذن الله التوفيق للنادي الأهلي، اوعى تروحوا في أي حتة، عندنا الليلة هنغطي لكم كل حاجة، كل أخبار البعثة
كل الكواليس ان شاء الله اول لما يبدا التدريب هيكون معانا، ولكن ما تنسوش تشاركونا على هاشتاج 11 راجل في الملعب برسالتك للاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، وان شاء الله نعرضها يعني اثناء الحلقه. اوعى تروح في اي حته، نلتقي بعد الفاصل. يمكن الحقيقه اللي مطمن يعني الواحد شويه من مباراه بكره، طبعا القلق بيفضل موجود لغايه صفاره الحكم، ولكن يمكن اللي مطمن الواحد شويه او يمكن مخلي جماهير النادي الاهلي يعني من جوه يعني عندها احساس بالطمانينه شويه، ان احنا اتحطينا مواقف زي دي. الفريق سواء النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب دايما بيبقى فيه 180 دقيقه، انت بتلعب هنا 90 وهناك 90 بيبقى مجملهم لازم تكون عديت. يعني اديكم مثل، هل يكون افضل ان انت تلعب مباراه كبيره هنا وما يجيش فيك اهداف، وهناك ممكن يكون في بعض الثقه الزائده ما تلحقش تعوض؟ فاذا في اوقات بتبقى بعض المواقف الصعبه ولكن ما بتبقاش مستحيله، ولا رايك يا احمد؟ بص، هو دايما معدن النادي الاهلي دي مقوله دايما، ان في وقت الشده بيظهر معدن الرجال. صحيح. وده حاله كويسه جدا عجبني. يمكن انا ما عجبنيش الحاله او وجه لاعبي النادي الاهلي بعد انتهاء المباراه، وانا اعتبرت التصرف ده تصرف طبيعي جدا. مباراه كنت تكسبها اكتر من 4-5، تصل ب2-1، فاكيد الامر كان محزن جدا. ولكن عجبني جدا التدريب الاول في المغرب والحاله المعنويه اللي كانت واضحه على وجوه اللاعبين. حتى يمكن بدايه التدريب كان عباره عن صراع على الكره من اجل فك يعني اللاعبين كده، وما بقاش في اي تنشنه او اي عصبيه وتركيز بعد كده في ارض الملعب. جميل جدا ان انت تكون بالحاله دي، كل ما انت كنت هادي، كل ما انت كنت مركز، كل ما انت واثق في امكانياتك باذن الله تقدر تفوز. الجميل كمان في الموضوع ان كابتن سامي قمصان لما اتكلم عن سيناريوهات المباراه قال احنا بنعد الفريق لاي سيناريوهات. السيناريو الافضل لينا ان احنا نسجل هدف، السيناريو حتى لا قدر الله لو استقبلنا هدف هنتعامل مع الموقف ده ازاي، لان ده مهم جدا ان انت تكون محضر نفسك للقصه دي. انا مش عايز اقول مثال مباراه مصر والسنغال حتى لو كنا خرجنا، ولكن كان في حاله عجبتني في منتخب مصر حتى لو ما قدمناش اداء كويس، ان انت في اول دقيقتين بيدخل مرماك هدف ممكن يهز الفرقه في الضغوط الجماهيريه اللي كانت في السنغال، لكن الشناوي قاد منتخب مصر ووصل بيه ركلات ترجيح. احنا ان شاء الله بكره ما يكونش ده الامر، لان الفوارق الفنيه كانت لصالح السنغال على عكس مباراه الاهلي والرجاء، الفوارق الفنيه لصالح النادي الاهلي، لكن قادرين اننا نتعامل مع اي سيناريو. هو ده المهم يا كابتن هيثم، لان فكره ان انت تبقى داخل بسيناريو واحد ده ممكن يسيب اثار نفسيه لدى اللعيبه لو لا قدر استقبلنا هدف، لكن لما تكون مستعد لو احنا استقبلنا هدف هنعمل ايه؟ هنشتغل ازاي؟ عادي جدا المباراه 90 دقيقه، اعتقد ده يخلي اللعيبه اكثر هدوءا في الملعب. وخلي بالك برضو الاستعداد مش بس يعني نفسي، فني كمان، يعني حتى الهيد كوتش والجهاز الفني بيكون حاطط سيناريوهات فنيه، هيدفع بمين قبل مين، ولو في السيناريو ده حصل ممكن اعمل ايه، ممكن الجا لطريقه لعب معينه في ارض الملعب. فاذا هي استراتيجيه حتى في كل الالعاب مش بس في كره القدم، انت بتقود المباراه باستراتيجيه معينه، انت نازل عايز ايه من المباراه. يمكن هو ده اول سؤال بيساله لنفسه اي جهاز فني، انا عايز ايه من المباراه. ومستر موسيماني الحقيقه رد على السؤال ده في بدون ما حد يساله له في المؤتمر الصحفي، وقال انا نازل بكره عشان اكسب. فمن المتوقع ان احنا يكون باذن الله ان شاء الله نتيجه ايجابيه بكره لينا. ومش وهو ادى بالدليل، يعني مستر موسيماني ما قالش ان انا بقول امال او طموحات، ولكن هو قال انا لعبت الفريق ده مرتين، طبعا فريق محترم ولكني فزت في المباراتين. ونفس الكلام قاله كابتن الشناوي، فاذا انا جاي النهارده عشان اكسب. فاذا زي ما قال احمد كل سيناريوهات وارده، ولازم يكون اللعيبه جاهزه فنيا، الجهاز الفني جاهز فنيا، واللعيبه ايضا جاهزه نفسيا. ويمكن ده بيسهل عليك المهمه، انت في الملعب ممكن ما تبقاش تلاقي وقت تتكلم، ولكن انت لو محضر نفسك خلاص انت جاهز اي سيناريو. ده بالتاكيد. وانا يعني انا عايز استعيد مباراه الاهلي والوداد في الدور نصف نهائي البطوله قبل الماضيه بطوله القاضيه، لان وقتها كان بيتسو موسيماني رايح يواجه فريق الوداد وكان نتائجه غير موفقه لما كان مدير فني لصن داونز امام فريق الوداد، ولكن لما راح مع النادي الاهلي انا شفت ان هو لعب مباراه تكتيكيه عاليه جدا. فكره الضغط اللي عمله قفشه من بدايه المباراه وتسجيل هدف، فكره السنتر باكس الفريق الوداد وعدم قدرتهم على البيلد اب بشكل جيد، ولو ضغطت على مدافع معين تقدر تستخلص الكره، وكمان فكره اللعب بياسر ابراهيم لاستخلاص كل الكرات الطوليه اللي كانت بتتلعب على اسماعيل حداد، يعني هو بيقدر يقرا المباراه بشكل جيد. يمكن الفارق هيكون فريق الرجاء معاه جماهيره، ولكن قادرين باذن الله على اننا نعبر هذه المواجهه. التوفيق ان شاء الله مهم جدا جدا، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان بكره يكون التوفيق معانا، ويكون كمان يعني السيناريو الاحسن اللي يحصل عشان حتى اللعيبه والجمهور تبقى في ايه
فما بقاش في الشد العصبي الاخر دي او ده مهم جدا جدا جدا. هو كابتن سيد يعني كان تصريحه بعد المباراه قال لك اللي خايف ما يجيش، احنا رايحين نلعب مباراه 90 دقيقه من النار. صحيح. فاللي خايف يا جماعه يعتذر، واحنا طبعا ده حصل قبل كده في ماتش الترجي لما حصل بعض الشغب الجماهيري البطوله الماضيه دور قبل النهائي، ولكن لعيبه النادي الاهلي قالوا هنكمل المباراه، يمكن رحلت مباراه ساعه ولكن لعيبه النادي الاهلي نزلت وقدرت تفوز بهدف لمحمد شريف. احنا بنراهن على ثقة اللاعبين في أنفسهم وقدراتهم الفنية، والتوفيق إن شاء الله يكون حليفنا. على الجانب الآخر معنا طبعا الكابتن رشيد الطوسي. رشيد الطوسي هو ممكن في نقطة تكون سلبية مع الكابتن رشيد الطوسي، هي إيه يا كابتن هيثم؟ إن هو غاب عن فترة التدريب سنتين ونص. هو كان بيدرب فريق الرجاء قبل كده، حقق بطولات مع الجيش الملكي المغربي وغاب عن فترة التدريب لأنه انتقل لأكاديمية اتحاد الكرة المغربي، والأكاديميات شغلها غير الفرق الفنية والتنافسية غير افريقيا خالص بالظبط. فنقدر نلعب بالقصه دي، ولكن خلونا نروح لمؤتمر المدير الفني لفريق الرجاء رشيد طوسي عشان نرجع نعقب، لان عندنا لسه كلام كتير. وعندنا متولي كمان. لا الاول رشيد طوسي تمام. وعندنا كمان يعني فقره تحليليه كامله هتعرف كل شيء عن فريق الرجاء البيضاء المغربي، نقاط الضعف نقاط القوه ازاي تتغلب عليه. وباذن الله هيكون في الفقره دي معانا طبعا شريف سالم ومحمد جمال محللي اداء قناه النادي الاهلي. نطلع نشوف مؤتمر رشيد الطوسي ونرجع نعقب. رمضان مبارك كريم بالنسبه لكل الاخوه الصحفيين، واكيد بان ملي كتشوف مؤتمر صحفي بالحجز من الان كتدخل في اطوار ديال المباراه وكتزيد كتحمس اكثر. فاظن بانه قطعنا واحد الشوط الاول كان صعب وكما شفتوا بكل يعني الاطوار ديال المباراه، بحيث كانت هناك يعني فيها بعض المطبات، ولكن الحمد لله رجعنا في الشوط الاول من المباراه بنتيجه نقدروا نحسبوها بانه الهدف اللي سجلنا ثمين جدا، ولكن يجب استثماره. فالان الشوط الثاني اكيد بان الوقت لتحضير المباراه كوقت هو قليل، ولكن كاين هناك يعني امور تقنيه دقيقه اللي وقفنا عليها، سواء من ناحيه ديال التنشيط الدفاعي او التنشيط الهجومي. وفي نفس الوقت عارفين بانه غادي يكون واحد المسانده قويه من طرف الجمهور ديالنا، من طرف كل المغاربه، جمهور الرجاوي اولا وكل المغاربه. واظن بانه هذا عامل غادي نحاولوا يعني نعتمدوا عليه كذلك، باش يمكن يعني هذا الشوط الثاني يعني نضمنوا يعني المرور لنصف النهايه. وكما ذكرني عامل الفريق غير هذه يومين بانه 18 سنه فريق رجاء ما لعبش نصف النهائي، فاظن هذا في حد ذاته حافز. ولكن هذا الشيء كله خصو يدار يعني بواحد الصبر، خصنا نتحلوا بواحد المعنويات مرتفعه بالنسبه للاعبين. وفي نفس الوقت خصنا نعرفوا ان نركزوا اكثر، لان التركيز له دور مهم في هذه المباريات بهذا الحجم، لان هذا المستوى العالي، هذا الشامبيونز ليغ كما قلت لكم بها كارت فينا الشامبيونز ليغ ماشي سهل. ولكن فريق الرجاء ان شاء الله نتمنى يكون في الحدث باش نحققوا ان شاء الله التاهل ونرضيو كل الجمهور المغربي والجمهور الرجاوي خاصه. الرساله ديالي اللي كنقول للدراري هذاك الشيء كيخصني انا وكيخصهم هما اول حاجه. ثاني حاجة أي لاعب يتحط في المستوى اللي تحط فيه الهبطي يقدر يضيع، كاين اللي حدا بوطو زقلا، هذه هي سنة الحياة، ما مكتبش علينا الماركي وما مكتبش علينا ربي، كاتب شي حاجة كاتبها. الدراري ديال الرجاء عندهم مستقبل، والحمد لله أننا لقينا مدرب اللي كيهتم بهم وعطى الفرصة لبزاف اللعابة، وكاينين المواهب اللي جايين خاصنا غير نصبروا عليهم شويه. كتعرفوا الضغط ديال الجمهور والضغط ديال المكتب، الرجاء خاصها اللاعب يكون واجد، لا الرجاء كتطلع ولاد فرقتها باش يكونوا في المستقبل كيكونوا احسن وكيكونوا غاديين على ديك الوتيره ولا ديك المسيره اللي خدينا حنا ملي كنا صغار. الدراري اللي كاينين دابا كلهم يستاهلوا يكونوا في الرجاء، حيت ضربوا تماره، حيت ضحاو بزاف الحوايج اللي ما لا تعطاهم الفرصه ديالهم ويشدوا المشعل ويزيدوا بالفرقه القدام ان شاء الله. تدري بانه وانا كنشاطر راي عامل الفريق، شكون اللي تقلقنا حنا فاش خرجنا من المباراه؟ لان راه بدينا مزيان، تلاحظوا في المباراه بدينا مزيان، راه بالعكس حنا ضغطنا، علما بانه حتى درنا ان بريسينغ وكان المفروض ضد الاهلي ما نديروش في بدايه المباراه. كان المفروض تقول كأهلي، ولكن درناه في الوقت اللي جات الدقه 3 جاكاكات اثر،
وهنا هذه النرفاز اللي صايح. حنا ما خصناش نتهضروا في داك البير فخ. وانا كنشاطر محسن بالرغم من حنا كنا كنقول ليه هضر مع الحكم، ولكن في الوقت الحكم كيتسناني على سبه باش يمكن يعطي ورقه صفراء. اكيد بان الدار مجانيه ما كانش خصو ياخذ ورقه صفراء جين، ولكن هذا كذلك ناخذوا منه دروس باش ما نبقاوش نتاثروا بالقرارات ديال الحكم كانت ايجابيه او سلبيه ما تاثروش بها، نبقاو مركزين على اللعب ديالنا. فاكيد بانه هناك هيئات حنا درنا اللي علينا، فريق رجاء دار اللي عليه، كتب الكاف باش تاخذ حق الفيزا، ولكن شنو ربحنا حنا في اخر المطاف؟ ما ربحنا والو، لان المباراه مشات. كتبقى مساله اللي بالنسبه لنا جد مهمه هي اللي غناخذوا منها دروس باش المره الجايه واخا يوقع اي خطا ديال الحكم حنا نبقاو مركزين على المباراه ديالنا، نخليو الناس المسؤولين في كل مجال ديالو يدير الخدمه ديالو. انا نعرف اللعيبه ديال الاهلي، شكرا بعدا على هذا، واظن بان تكونوا في ضيافه يعني اللي تستحقوها كنادي كبير نادي الاهلي، اظن حتى واقفين على كل صغيره وكبيره، حتى الملعب اللي عطاكم التدريب من احسن عشب على عكس الملعب اللي دربناه هناك في يعني في نادي الاهلي. فهذا من حفاوه الاستقبال ديال المغاربه. فتظهرية بانه يعني الرزمنه ديال المباريات اللي لعبناها قبل المباراه، انت حنا لعبنا جوج مباريات ديال الكاس 120 دقيقه في 120 دقيقه، على عكس هذا الاسبوع اللي الحمد لله لعبنا مباراه وعندنا اسبوع واللاعبين في تمام جاهزيه احسن من مباراه ديال الذهاب. وهذا له تاثير اكيد بانه في ظل يعني الايقاع اللي كان عالي جدا ديال المباراه والضغط كذلك ديال الفرق الاهلي، اكيد بان اللاعبين اكيد يكون بالنسبه لهم صار واحد التشنج عضلي بسيط، وخصوصا اللاعبين اللي في مراكز حساسه ومراكز جد مهمه، يعني تيشتغلوا في السراء والضراء، يعني في الهجوم وفي الدفاع، في الهجوم والدفاع، فشيء عادي. الى تخذ واحد المنظور بانه في ضيع الوقت، فهذا ماشي من شيم، ماشي من القيم ديال فريق الرجاء البيضاوي. النهارده الخميس كمان في العصر كان المؤتمر الفني، انتوا عارفين حضراتكم قبل المباريات الكبرى بيبقى فيه مؤتمر فني بيتم فيه الاتفاق على كل تفاصيل الامور الفنيه. حضر الاجتماع ده من ناحيتنا طبعا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، والدكتور احمد ابو عبله رئيس جهاز الطبي، والدكتور عمرو محب مترجم الفريق، واحمد فوزي وكرم عطا محمد اداري الفريق ومندوب النادي الرجاء ومسيره الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام ومراقب المباراه. وتقرر خلال الاجتماع ان يرتدي النادي الاهلي زيه المعروف، وهو القميص الاحمر والشورت الاسود والشراب الاحمر، ويرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الازرق، على ان يرتدي فريق الرجاء زيه الاخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه زيه كاملا باللون الابيض. وتم الاتفاق على كل الامور، مواعيد وصول الفريق، مغادره الفندق، وصولا الى الوصول لارض الملعب، نزول الفرقتين لارض الملعب للاحماء، بدايه المباراه، تفاصيل بالمواعيد بكل شيء. والحقيقه الاجتماعات الفنيه دي بتبقى غايه في الاهميه، عشان بتحط النقط فوق الحروف، وبيبقى كل شيء واضح وكل شيء يعني باين للعيبه بالمواعيد بكل شيء وللاجهزه الفنيه. ويمكن ما فيش اختلاف كبير عن مباراتنا هنا في القاهره، يمكن كان نفس الزي ونفس كل شيء، ولكن يمكن الاختلاف هو ميعاد المباراه، يمكن المباراه متاخره شويه. لا، والشورت ده الشورت مهم جدا. صحيح، بس هو الاهم من التيشيرت اللون. لا، الاصل اللون الاسود له ذكريات سعيده جدا. صحيح. مع جماهير النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله يا رب يعني استكمالا للذكريات السعيده، مباريات القمه في وهدف عماد متعب مع كابتن مدحت عبد الهادي، وهدف محمد بركات، ولعب في كاس العالم للانديه، يعني في ذكريات سعيده جدا للشورت الاسود مع النادي الاهلي. نتمنى ان بكره ان شاء الله في مباراه الرجاء يكون يعني نفس الذكريات السعيده، ونقدر نحقق الفوز ان شاء الله. وان كان انا مستغرب ليه الشورت الابيض، ربما عشان حارس مرمى فريق الرجاء هيرتدي الزي الابيض بالكامل، فما يحصلش اي مشكله داخل منطقه الجزاء. ولكن انا حابب اعقب تعقيب بسيط على يعني رشيد الطوسي والبادي لانجوج، هو بيتكلم في المؤتمر، لا في هزه نفسيه، في توتر، في قلق تحديدا، وان يعني فريق الرجاء البيضاوي المغربي جماهيره ما بتصبرش على اي اخفاق. يمكن كان فولموتس مدير فني لفريق الرجاء في مباراه السوبر امام النادي الاهلي، وبعد الفوز مباراه مرتين حتى شهر فبراير تم اقالته وتم تعيين رشيد الطوسي. نتمنى النادي الاهلي يحقق الفوز بالتاكيد، نتمنى بعد ذلك الاستقرار لفريق الرجاء، ولكن يهمنا طبعا في المقام الاول فوز النادي الاهلي بكره باذن الله، ويكون للشورت الاسود ذكريات سعيده مع جماهير النادي الاهلي كالعاده. ولكن
عايزين نروح برضه يا كابتن هيثم للمواقع بقى المغربيه والصحافه الرياضيه المغربيه تعاملت مع يمكن قبل المواقع في موضوع مهم يهم جمهور النادي الاهلي ايضا وهي سلبيه المسحه. الحمد لله يعني احنا دايما انا عايز اقول لكم ان دايما انا واحمد بنتكلم بشكل كبير قبل الهوا عن المسحه لان طبعا انت ممكن تخسر جهود لاعب او اثنين او ثلاثه او اكثر من ذلك ودي الحقيقه دايما ما بتبقاش عارف. هي طبعا خبر جيد سلبيه مسحه باسل الاهلي مهم جدا ان تبقى داخل الماتش وانت بكامل نجومك وما بقلقش. انا عارف انت لو رايح وعندك اصابه وعارف ان عندك اصابه خلاص انما بيكون هناك ولاعب يبقى عنده مسحه ايجابيه بعد الشهر بتبقى دي المشكله تربك حسابات الجهاز الفني ممكن تربك الفريق بيكون اثرها النفسيه اصعب بكتير من غياب لاعب. فالحمد لله يعني اتمنى الشفاء للجميع. وعجبني حتى كابتن محمد الشناوي وكابتن هيثم لما اتكلم ان احنا نلعب المباراه ونتمنى السلامه للفريقين طبعاً. فريق النادي الاهلي او فريق الرجاء البيضاء المغربي. فالحمد لله مسحه سلبيه للنادي الاهلي في الاول والاخر دي رياضه احمد وفي الاول والاخر احنا اشقاء بالظبط. نتمنى الفوز النادي الاهلي من كل قلوبنا ونتمنى نحقق ثلاثيه يعني تاريخيه في تاريخ النادي الاهلي ولكن في الاول والاخر دي رياضه ودي لقطات من اخذ العينات او ياسر ابراهيم مقدم موسم كويس نتمنى يتم يعني جميله معانا كده ويقدم نفس الاداء الراقي رجولة. اللي بيقدمه الفتره الاخيره وطبعا ده محمود متولي يعني طال الغياب يا محمود ولكن بس حلو ياخد المسحه الجهاز الطبي وبعد كده ياخد صور مع اللاعبين تبقى حاجه حلوه. جماهير النادي الاهلي بالتاكيد مفتقده مسحه جونيور اجاييه اللي كانت دايما بتتصدر وكانت بتبقى ترند دايما لكن كان بيجري من المسحه ما كانش لا كان عنده مشكله كبيره كان كل مسحه كانها معاناه بالنسبه له يعني خلي بالك برضو يعني خلي بالك برضو تحس ان اللاعبين بقوا خبره خلاص يعني بص يعني كل اللاعبين بقت خبره في موضوع المسحات لان كل بلد راحوها او كل مباراه بيتعرضوا ايمن اشرف برضو بالزبط. يعني نتمنى يكون موفق بكره يعني كابتن احد كباتن النادي الاهلي برضو صوره هي الصوره نفس الصوره خلاص يعني انت نجم خلاص في كل مكان لاعب منتخب طبعاً. مصر ولاعب النادي الاهلي وكابتن محمد الشناوي اللي عليه عامل كبير جدا بكره طبعاً. كابتن محمد الشناوي ربنا يعني يوفقه بكره يكون في يومه لان ده نص الفريق طبعا غياب بعد غياب صلاح محسن افتقدناه من كاس الرابطه وافتقدناه في كاس العالم انديه صلاح ممكن يكون مهاجم مصر الاول لو تم يعني الدفع بيه كراس حربة هو بالتاكيد صعب جدا الله اعلم ممكن يدفع بيه ممكن يكون مفاجئ بيتسو موسيماني ما نعرفش القصه ايه بكره لكن انا بشوف ان صلاح محسن لو ركز بشكل كبير في كره القدم هيكون لاعب له شان كبير جدا كان دايما لما كان بينزل في الـ في الـ في الـ مثلا في التغييره الثانيه او في نص الثاني من المباراه كان بيعمل فارق كبير جدا الحقيقه طبعا. وانا كنت بحضر المباريات من ارض الملعب كنت بلاقي حتى الانرجي والباور في الملعب بيختلف ومؤثر جدا مؤثر وهادي امام المرمى بيلعب بضربات راس بشكل جيد جدا حتى كمان الانفرادات يمكن نتذكر الموسم الماضي الهدف في اونيانجو في صن داونز في دور الثمانيه في الدقيقه 92 وهدف وطبعا في شباك نادي الزمالك بعد ما رقص عواد وكابتن محمود علاء وسجل هدف فيعني مهم جدا يكون صلاح محسن احد الاوراق المتواجده في فريق النادي الاهلي الفتره القادمه والاعتماد عليه بشكل هيفيد بالتاكيد ويدي قوه بالتاكيد للاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. نروح بقى لاخبار مواقع ولا انت عايز ايه؟ لا نروح لاخبار المواقع لان لازم نحط الجماهير جماهير النادي الاهلي في الاجواء داخل المغرب يعني الصحف الرياضيه والصحف بشكل عام بتكتب ايه؟ اتفضل يا احمد ابتدي. احنا عندنا طبعا التوصي كان بيتكلم في احد المواقع وقال ان يعني الهدف الذي سجلناه في مباراه الذهاب ثمين ويجب استثماره. طبعا هو بيلعب على فكره قاعده الهدف بهدفين هي طبعا اتلغت خارج في اوروبا طبعا واتطبقت السنه دي في اوروبا وشفنا مباراه ريال مدريد وتشيلسي راحت الاكسترا تايم برغم ان النتيجه كانت 3-1 وحتى لو كانت غير كده كان برضه هيروح الاكسترا تايم بس يلا يعني نتمنى التوفيق لليفربول في البطوله دي. مدرب الرجاء لن نهاجم بجهل ولا يجب ان نبالغ في شحن اللاعبين. لا بس هنا بنت بقى التاثير الجماهير على اللعيبه هو خايف من الحته اللي احنا قلنا عليها بالظبط ان يبقى الشحن سلبي وليس ايجابي. وكلمه لن نهاجم بجهل هو واضح ان هو ينزل يلعب مباراه متزنه. انا متاكد 100% من تصريحات رشيد التوصي حتى هو في القاهره ان هو كان بيحط كل الامور على عبء الجماهير لان عارف ان النادي الاهلي فنيا افضل بكتير. وهنا التوصي يختار انهاء استعداداته الاهلي في ملعب جديد طبعا ما تدربوش على ملعب المباراه واختار يكون المعسكر في سريه تامه نوع من انواع يعني التركيز في المباراه وانا حابب التركيز العالي ده اتمنى يكون تركيز زياده عن اللزوم. وطبعا في بعض اللاعبين غابوا عن فريق الترجي في المباراه الماضيه على راسهم عمر العرجون وعمر العرجون ده تحديدا كابتن هيثم كان بيشكل عبء نفسي كبير جدا على رشيد توصي لدرجه ان هو عنده اصابه في مشط قدمه واصر ان هو يحضر
مباراة الذهاب هو أكتر لاعب ممرر في فريق الرجاء بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، وهو بيحاول إن هو يدفع بيه في المباراة. مش عارف هيكون بكرة في التشكيل الأساسي ولا لا، بس تفتكر حتى لو كان هو جاهز ولا يعني لا؟ يعني حتى لو يعني حتى لو هو جهز يعني بدنيا من الإصابة، يعني هل هو هيكون جاهز للمشاركة يعني امام فريق كبير زي الاهلي وهو ما شاركش قبل كده في مباريات؟ لا، خليني اقول لك النقطه الاهم، غيابه هيأثر سلبيا لان رشيد توصي مقتنع بيه تماما وتستشعر ان هو بيفتقده بشكل كبير جدا. لو غاب هيؤثر عليه سلبيا. وجوده في الملعب ممكن يمنح الفريق اريحيه بالظبط، وان هم ياخدوا بعض حتى لو ما كانش موافق. ان شاء الله ما يكونش حد منهم موافق اطلاقا، وباذن الله يكون. بس عايز اقف عند حاجه برضو ابو حميد، يعني انا معاك. التوصي قال لا يجب ان نبالغ في شحن اللاعبين، فالشيء الذي زاد عن حده ينقلب ضده، وده الكلام اللي كنا بنقوله. انت عمال ترسم على الحته دي من اول حلقه. لان انا عارف اوقات كتيره جدا جدا كنا بننزل نلعب والله، وكان بيبقى الجماهير بتبقى انت كانت الجماهير بتاثر عليك كابتن هيثم. لا انت كنت لا 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 هو برضو انا بتكلم حتى على المباريات اللي خارج بلدك. يعني مع المنتخب والكلام ده، كنا احنا لعبنا في المغرب ولعبنا في الجزائر ولعبنا في تونس، والصالات هناك صعبه، الصاله والصوت بيبقى اكبر كتير من الملعب. ولكن بيبقى اوقات كتيره جدا ما كنا بنلعب هنا في مصر وكان بيبقى معانا جمهور وكتير، كنا نقدم مباريات. يعني يمكن اسكندريه كنا بنلعب المنتخب دايما كان لعب مباراته في اسكندريه، وكان ساعات الجمهور انت من كتر ما انت مشغول وعايز تسعد الجماهير دي فبتتوتر بتركز. وعشان كده قلت لك انا عجبني جدا فكره السريه الزياده اللي عمال يلعبها رشيد التوصي. ده بالنسبه لي ممكن زياده التركيز ده تفقده التركيز في المباراه. ده انا متفق جدا. ولازم نستغله، يعني لازم اللعيبه وعندنا من الخبرات، ولازم رساله للعيبه النادي الاهلي، خليكم اعصابكم حديد او بارده زي كابتن هيثم. حبيبي ابو حميد، الاعصاب هي مهمه جدا. وخليني اقول لكم ان طبعا يعني كلما يعني كانت اللعيبه في الملعب اعصابها هاديه، وزي ما قال زميل العزيز احمد ان احنا مهما شفنا ومهما كان سيناريو اللي بيحصل في ارض الملعب، لازم ولا بد ان احنا نكون متمسكين باعصابنا وهاديين وبنتعامل مع اي سيناريو ايا كان ايا كان، لان ممكن المباراه بكره تبقى حماسيه بشكل كبير جدا، فوارد ان هي تتغير من سيناريو لسيناريو اخر. خاصه ان الجماهير يا كابتن يعني عملوا رقم قياسي في 21 دقيقه او في نص ساعه تقريبا، من 20 ل 25 الف تذكره على الموقع الالكتروني تم حجزهم. احنا عارفين خلاص بقى 25 الف تذكره على الموقع الالكتروني و17 تذكره من خلال المنافذ، وجماهير الرجاء هتكون حوالي 42 الف مشجع، ولكن عندنا هنا ملايين بيقولوا للنادي الاهلي، 11 راجل في الملعب. نشوف الهاشتاج ونشوف مشاركات طبعا جماهير النادي الاهلي عبر تويتر عبر هاشتاج 11 راجل في الملعب. الرسائل دي ان شاء الله توصل. طبعا احنا دخلنا ترند خلاص يا كابتن عيسى، احنا خامس ترند دلوقتي على تويتر، ودي الحقيقه يبين قد ايه تفاعل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله منتظرين على نهايه الحلقه باذن الله نكون ترند رقم واحد للنادي الاهلي. طبعا دي دكتوره جيلان علي احمد بتقول خلصت شوط اول وهتلعب شوط تاني، وانسى نتيجه القاهره، العب على المكسب وبس. برافو، صح، ده اللي بقوله لك. 180 دقيقه تلعب شوط اول فقط. في عندنا في سامح عادل بيقول ان شاء الله منصورين رجاله الاهلي انت قدها فعلا، لانه الحقيقه هي عايزه رجوله في الملعب مش اكتر من كده. كينج حسام بيقول على التاهل ناويين والبطوله مكملين والصعود واثقين، ده ما فيش غيره يفرح جمهور الاهلي، جمهوره غير الأهلي. غيره الاهلي دايما يبسط الحزين، ده شاعر. الاهلي قادر يفرحنا بكره وننام فرحانين، 11 راجل في الملعب. ماشي، يمكن اللغه العربيه مش بالقوه الكبيره، ولكن هو عايز يجيب قافيه تمشي معاه، ولا وعبر قد ايه هو بيحب. يمكن نبيل المصري كمان بيقول بدايه طريق البطوله، ال11 11 راجل في الملعب، يا رب توفيق. بالظبط، يا رب توفيقك. صحيح، التوفيق مهم لمباراة بكرة. نورة الحكم بتقول عايزين 11 شنو في الملعب بروح وشخصية الاهلي. جميل جدا التعبير، فكرة الثقة في الكابتن مهم جدا. حسام يحيى بيقول، دي اخر يعني تعليق عندنا، حسام يحيى بيقول لاعب الاهلي 11 راجل في الملعب متسلحين بانجاز تاريخي والحصول على الاميرة السمراء للمرة الحادية عشر والثالثة على التوالي، انجاز يليق بشخصية الاهلي ولاعبي. يا رب يا رب ان شاء الله ان بكره يبقى بدايه الطريق. يمكن احنا فاضل لنا خمس جولات ان شاء الله، دي جوله بكره، وبعد كده ان شاء الله يا رب نتخطى هذه الجوله. لا، هم كده جولتين، هيبقى باقي ثلاثة. يعني جوله بكره ودور قبل النهائي جولتين، والنهائي لسه حتى هذه اللحظه جوله واحده، يبقى فاضل اربع جولات ثلاثه غير بكره ان شاء الله. ثلاثه غير بكره ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله نعدي بس بكره، وبعد كده ننظر الى بعد ذلك. وكلنا ثقه في شناوي واللاعبين، يمكن
انت يعني الهاشتاج هو الملخص القصه بالتاكيد. 11 راجل في الملعب، هي دي يعني عزيمه النادي الاهلي، وهي دي القاعده الذهبيه لنجوم النادي الاهلي. هنكمل مع حضراتكم استعراض التويتات ومشاركات حضراتكم، ولكن هنطلع فاصل. اوعوا تروحوا في اي حته، لسه عندنا اخبار كتير، كواليس كتير معاكم. ليله من اجمل الليالي، يا رب تكون ليله سعيده وتستكمل بكره باذن الله بصعود النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد يعني تغطيتنا لمباراه بكره واهتمامنا بيها وتحليلنا لمباراه بكره مش هينسينا الاحداث الرياضيه الاخرى اللي بتحصل او اللي هتحصل خلال الفتره القادمه داخل جدران النادي الاهلي. يمكن هنروح في البدايه مع كره اليد. كره اليد اللي يمكن كانت النتائج الفتره اللي فاتت مش على قدر طموحات ولا يعني تمنيات جمهور النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي في يعني في طريقه ان هو يستعيد زمام الامور، وفي بعض الصفقات تم الاعلان عنها وبعض الامور يعني اللي هتيجي تباعا، ولكن احنا هنا ما بنتكلمش الا بعد ما النادي الاهلي يعلن تماما. ولكن اول بطوله هيقابلها فريق كره اليد هي بطوله السوبر المصري، واللي هتتعب بشكل دوره مجمعه ليست مباراه واحده، ويمكن ده الاتجاه للاتحاد الدولي. هتتلعب ايام 26 27 28 ابريل اللي احنا فيه، والبطوله هتتلعب بنظام دوره مجمعه زي ما قلت لحضراتكم. الاهلي والزمالك ضمنوا الصعود ليها على طول، وفي ماتشين هتلعبوا يوم السبت بين هليوبلس وسموحه من ناحيه، وسبورتنج مع طلائع الجيش من ناحيه ثانيه. بعد الماتشين دول ما يخلصوا هيصعد فرقتين من الاربعه دول عشان ينضموا للاهلي والزمالك، يبقى مجموع اربع فرق يلعب، نعمل دوره مجمعه. كل التمنيات طبعا الفريق بالفوز، مش صعب، ودايما والله العظيم انا على قدر ما انا يعني اكيد زي جماهير النادي الاهلي عندي حاله من عدم الرضا طبعا اكيد من النتائج اللي فاتت، ولكن انا عندي ثقه متناهيه في اداره النادي الاهلي، وثقه في الجهاز الفني، وثقه في اللاعبين، نستطيع الفوز. وياما شفنا فرق شباب يعني كتيره جدا استطاعت انها تفوز على فرق اكبر منها خبره بالحماس والرجوله والاداء في الملعب. يمكن ده مبدئي وده اللي انا مؤمن بيه، وانا متوقع ان شاء الله وعندي ثقه ان ده ممكن يحصل. اتمنى يا كابتن هيثم، لان فريق اليد مزعل جماهير النادي الاهلي بعض الشيء، ولكن انا عارف يعني النادي الاهلي متارجت كره اليد، وان شاء الله تكون يعني على مستوى النادي الاهلي. هي طبعا عندنا شباب واعد، وعندنا فريق ممكن ان شاء الله يقدم اضافات مع بعض الخبرات، وان شاء الله ده يتحقق خلال البطولات القادمه وخلال المواسم القادمه. الموضوع مش بعيد، نقدر احنا النادي الاهلي، خاصه وان شباب النادي الاهلي بطل كاس مصر 2004 بعد الفوز على سبورتنج 35-29. المباراه كانت اول امس، وده طبعا بطوله مهمه جدا تالق فيها نجم شباب النادي الاهلي مهاب سعيد، ونجم منتخب مصر، نجم منتخب مصر اللي فاز بجائزة أحسن لاعب وهداف بطولة تيب الدولية، وحقق فيها منتخب مصر المركز الثاني بعد ما خسرنا أمام فرنسا بضربات أو رميات بقى الترجيح. عندنا قاعدة ناشئين موهوبة، وقاعدة ناشئين تقدر تغذي الفريق الأول بأكثر من لاعب، فنتمنى التوفيق لمستقبل كرة اليد، لأن بالتأكيد جماهير النادي الأهلي طموحاتها كبيرة جدا، ومنتظرين من قطاع كرة اليد في النادي الأهلي تلبية طموحات جماهير النادي الأهلي. نعم، ومن كرة اليد الشباب كرة اليد هنروح لسيدات كرة اليد. النهاردة الجولة التاسعة في دوري السوبر في كرة اليد سيدات، باللعب النهاردة الشمس، المباراة الساعة 11 على صالة نادي الشمس، مباراة مهمة جدا جدا جدا. بالمناسبة الفريق بيتصدر، أو فريق سيدات لكرة اليد بقيادة كابتن يحيى يوسف بيتصدر ترتيب الجدول الدوري، يعني احنا أول الدوري فرق يعني ماتشين أو ماتش عن التاني اللي ورانا، وزي ما حضراتكم عارفين إن دي المرحلة التانية من الدوري، وأصحاب المراكز الأربعة الأوائل بس هم اللي هيتأهلوا للدور النهائي. ده دوري سوبر، بعد كده هيبقى دورة مجمعة عشان يبقى النخبة هتلعب هي الفاينل، هم أربع فرق اللي هيتأهلنا للأدوار النهائية أو الدور النهائي. نروح للعبة أخرى، ولعبة قدرت انها يعني تقول ان طريق النجاح معروف، طبقوا نفس الكلام، ومجلس اداره النادي الاهلي قادر على تطبيقه وبيسعى لتطبيق نفس الكلام وتطوير لعبه كره اليد، وهي كره السله. كره السله كانت بعيد، جاء جوستي بوش مع مجموعه من اللاعبين المميزين، هم الافضل في لعبه كره السله في مصر، عندهم مباراه نصف النهائي غدا ان شاء الله، البيست فايف يا كابتن هيثم. نعم. خمس مباريات، لو قدرت تفوز في ثلاث مباريات تصل للنهائي. المباراة طبعا هتكون أمام الجزيرة، وعلى الجانب الآخر أو الفريقين الآخرين هيكون فريق الزمالك والاتحاد، وهيبقى الساعة 9 المباريات. وطبعا الفائز بثلاث مباريات من الماتشين سواء الأهلي والجزيرة
او الزمالك والاتحاد هيلتقوا في المباراه النهائيه. البطوله دي غايبه عن النادي الاهلي يا كابتن هيثم، ولاعيبه النادي الاهلي كلها حرص. ممكن لما كنا مستضيفين كابتن ايهاب امين هنا قال ان هم عايزين دوري السوبر، حققوا بطوله عربيه، حققوا دوري او كاس الدوري المرتبط، حققوا كاس مصر، ينقصهم دوري السوبر، وانا اعتقد ان احنا قادرين على تحقيق دوري السوبر ان شاء الله. دوري السوبر ليه اهميه مهمه انه بيها هنشارك في افريقيا، لان انت طموحاتك ان انت تحقق بطوله افريقيا، وخاصه ان انت عندك مجموعه من اللاعبين تستطيع انها تحقق بطوله افريقيا ان شاء الله. وخلينا نقول ان لينا طلب عند لجنه المسابقات في اتحاد السله، وهو ميعاد المباراه. ميعاد المباراه يعني 9 صعب قوي، 11 الساعه 11، وللاسف ده في نفس ميعاد مباراه الرجاء يمكن، وبرده نفس مباراه الفاينل لكرة الطائرة. فجمهور النادي الأهلي هيبقى محتار يتفرج على أي مباراة. يا ريت كل لجان المسابقات في كل الاتحادات تبقى عينها على الأحداث الرياضية المهمة، عشان ما يحرمش جماهير الأندية أو جماهير اللعبة العريقة من أنها تبقى في حيرة من أمرها تتابع إيه ولا إيه. فنتمنى دايما من لجان المسابقات في الاتحادات المختلفة يحطوا في اعتبارهم المسابقات أو الأحداث الرياضية الأخرى، عشان ما يحرموش الجماهير من متابعة الأحداث كلها. فريق الماسترز، فريق بجينات النادي الأهلي، فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، والنادي الأهلي حريص جدا على إرسال رسالة مهمة جدا لنجوم النادي الأهلي. طبعا محمد عادل دولة جدد 4 سنين مع عبد الله عبد السلام، وكمان أحمد سعيد، وده تم التوقيع بشكل رسمي التجديد لأربع مواسم. وكان سبق والنادي الأهلي أعلن عن تجديد التعاقد مع أحمد صلاح، طبعا أسطورة فريق الطائرة. وجميلة كابتن هيثم فكرة طبعا كان بيتقال العواجيز، فأنت تيجي قبل مباراة نهائي كأس مصر وبعد تجدد الثقة إخفاق وتقوم تقول أنا عندي ثقة في اللاعبين دول وبجدد 4 سنين، أعتقد رسالة واضحة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. وطبعا يعني الكابتن خالد عوضي قدر يعني يجدد مع اللاعبين، أو نقدر نقول أساطير النادي الأهلي، وده مهم جدا عشان توصل رسالة مهمة جدا إن أنت قادر على تحقيق بإذن الله بطولة كأس مصر، واثقين فيكم. والتجديد ده جه بعد التعاقد مع محترف، من وجهة نظري ومن وجهة نظر الناس المتابعين لألعاب الصالات، هو أفضل محترف في ألعاب الصالات داخل مصر، وهو موريسيو. عندنا طبعا في مشكلة كده مع بطولة أفريقيا، ولكن إن شاء الله قادرين على حلها. بس قبل ما نتكلم في المشكلة دي، عندنا زميلتنا، يلا بينا نروح مريم سميح من أهل الجزيرة. أهل الجزيرة عندنا كده ليلة أمسية جميلة، وتلاقي أجواء برضو أجواء جوه النادي إيه والأخبار إيه. طبعا ليلة مباراة مهمة، اتفضلي. نروح لمريم. برحب بيك يا احمد، برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وطبعا يعني احنا في امسيه رمضانيه جميله جدا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه ان احنا في فعاليات حفل فرقه الحضره للانشاد الديني، حقيقه اجواء كلها تجلي واندماج مع الاغاني الحفله والاناشيد اللي بتقدمها طبعا حفل يعني او فرقه الحضره. طبعا يعني برضو حاضر اعضاء مجلس الاداره، سواء طبعا العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كمان المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، وكمان الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، المهندسة مي عاطف، والأستاذ طارق أنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة يعني الحفل بدأ منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف، وكان فيه إقبال كثيف جدا من قبل أعضاء النادي الأهلي، خاصة أنه يعني الحفل نجح خلال الحفلتين الماضيتين، سواء في الحفل الأول في فرع الشيخ زايد أو الحفل الثاني يوم الخميس الماضي في فرع مدينة نصر. وطبعا زي ما احنا بنقول ختموها مسك هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة يعني إقبال كثيف جدا وكبير جدا من قبل أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة، خاصة يعني أن كمان الجو مساعد، وأكيد النهاردة يوم خميس، فكل دي عوامل ساعدت على حضور هذا الحفل الكبير. كمان مش عايزين ننسى يعني اللي نظموا هذا الحفل الكبير، سواء اللجنة العليا اللي جان طبعا تحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي، وأكيد طبعا إدارة الخدمات بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، كان ليهم مجهود كبير جدا قبل الحفل بساعات، أو يعني منذ ساعات الصباح الباكر، خاصة أن هم استعانوا بكراسي إضافية، لأن طبعا الحفل يعني بيقام في الساحة الرئيسية أمام الشاشة الرئيسية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لأن طبعا الأعداد بتبقى أكبر من أي أيام بتبقى الأيام العادية. أكيد النهاردة الحضور أكبر من أي يوم. الحقيقة يعني كل الناس هنا مبسوطة جدا، أعضاء النادي مبسوطين جدا، زي ما قلت في البداية
كل الناس مبسوطة جدا بالتواشيح اللي بتقدم، لأن كمان في مدائح من التراث الصوفي، وكمان في قصائد كتير جدا لعدد من كبار المشايخ بيقدمها طبعا فرقة الحضرة. وطبعا فرقة الحضرة أكيد ليها تاريخ كبير وطويل يعني، وبيقدموا أمسيات رمضانية كبيرة جدا، وده اللي شجع أعضاء النادي الأهلي إن هم يكونوا حاضرين. طبعا زي ما أنا قلت في البداية بعد نجاح الحفلتين الماضيتين، خاصة في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد وفرع كمان النادي بمدينة نصر، والنهاية النهاردة من حفلنا، وزي ما احنا شايفين إقبال كثيف جدا من قبل الأعضاء. جميل جدا يا مريم، وأكيد النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي حريص جدا على أن أعضاء النادي الأهلي في كل فرع يعيشوا الأجواء الرمضانية الجميلة، وبالتأكيد فريق الحضرة يعني بيقدر يقوم بالليالي وأمسيات رمضانية كابتن هيثم مهمة جدا. فبنشكرك جدا يا مريم، واستمتعي بقى بالحفل. اكيد طبعا يعني اجواء جميله، ويمكن كان مهم ان احنا نروح النادي الاهلي. ما هو ده دور النادي الاهلي، دور اجتماعي، دور رياضي، دور ثقافي. كان عندنا مباراه بكره مهمه، بس ده برضو اعضاء جمال المميه اللي حق عليك، يمكن كان في مدينه نصر ودلوقتي في الجزيره، وطبعا اعضاء يعني النادي الاهلي طبعا من اعضاء النادي الاهلي موجودين وحاضرين الحفل. وفي في فعلا هتبقى موجوده بعد الحلقه نروح انا وانت، ولا الوضع هيبقى انا السحر الاول؟ طيب لا لا، يا رب دايما يا رب تكون اجواء احتفاليه وتكون اجواء افراح النهارده وبكره. يعني كنا حابين اننا نلقي بعض يعني الاخبار، عشان يعني ما نبقاش مركزين فقط لا غير على الاهلي والرجاء، نقول لكم برضو الاخبار في العاب الصالات واخبار النادي الاهلي في فرع او الفرع الرئيسي في الجزيره. ولكن هنرجع بقى بكل تفاصيل مباراه الاهلي والرجاء مره اخرى، ونرجع نركز في مباراه الرجاء ونقول لكم كل الثغرات وكل نقاط الضعف ونقاط القوه في فريق الرجاء بعد الفاصل ان شاء الله مع محلل الاداء كابتن شريف سالم وكابتن محمد جمال. انتظرونا، نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ونرجع لمباراه بكره، الحدث الاهم والابرز واللي كلنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نتخطاه ونوصل لدور قبل النهائي. وهنتناول مباراه تحليليا بقى مع محللنا اللي مشرفنا في الاستوديو. في البدايه برحب بشريف سالم. اهلا بيك يا شريف. اهلا كابتن هيثم، منورنا المره الثانيه معانا، ودي حاجه جميله الحقيقه، انا بسعد بيها. حبيبي انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم. اهلا بيك يا شريف. وبنرحب كمان بمحمد جمال، احد محللنا الكبار الحقيقه اللي بيحللوا بشكل جيد، وانا مستني النهارده اسمع تحليله على المباراه بكره. اهلا بيك يا محمد. حبيبي يا كابتن، مبسوط ان انا موجود معاكم مع احمد النهارده. حبيبي يا جمال، وانتوا عارفين طبعا يعني شهادتي فيكم مجروحه، وكنت اتمنى ان اللقاء ده يتم، فعايزين بقى نقدم وجبه فنيه دسمه، الناس تبقى قاعده كده شايفه فريق الرجاء متفصص. هتقدروا تفصصوا فريق الرجاء باللعيب بالمساحه؟ طب زي الفل. خلينا الاول نروح لانطباعاتكم عن مباراه بكره، وشايفين الماتش بشكل عام ازاي، وفرص الاهلي ان شاء الله في العبور قد ايه؟ انا شايف ان الجيم بكره ممكن يكون شويه اسهل من الجيم الاول، لان انت رايح في كسبان، ممكن تكون الناس شويه قلقانه من ان ليه النادي الاهلي ما استغلش الطرد هنا، وشويه حاجات كده فنيه حصلت. ممكن تعلي بس صوتك شويه، احنا عايزين احنا رايحين بكره 11 راجل في الملعب بتاعنا. ما ينفعش المحلل بتاع، لازم محلل يبقى جامد. يبقى ده المؤشر بتاعنا. انت دايما كده، انت دايما كده راجل ان شاء الله عليك. فانا اعتقد ان الجيم بكره هيبقى اسهل. انت لما بتلعب فرقه دايما، احنا زي ما احنا بنتكلم على الكوره باستمرار، ان الكوره بتبقى عباره عن ثلاث حاجات مهمين قوي، سبيس تايم كواليتي او المساحه، وبعد كده الوقت، بعد كده الجوده. فانت دايما لما بتلعب اي فرقه بتبقى تفكيرك كله او منهجك او انا ازاي هقدر اخلق مساحه عند الفرقه دي، كان ان انا هبقى ضاغط او كان ان انا هستنى تحت. فانت لما بتلعب تيم بيلعب في ملعبه وهو خسران في مباراه الذهاب، هو بيبقى جزء من المباراه هيديك مساحات انت مش هتحتاج تدور عليها، فده جزء كبير، لان النادي الاهلي مميز قوي في الحته دي. فدي بالنسبه لي هتبقى اللي ممكن تسهل الجيم شويه، لان انت وانت بتلعبه في القاهره كان عندك احساس او عندك الحاله الفنيه ان انا ازاي هخلق مساحه عند فرقه الرجاء، ازاي هخلق مساحه عند فرقه بتلعبني 5-4-1. من وجهه نظرك نعم، ده مش هيحصل هناك من وجهه نظرك، اوريدي كده كده حاله الهجوم هتديك مساحات. هو اكيد انت هتبدا تدور على المساحات، لان في الاخر انت كقيمه فريق، انت الاقوى في افريقيا حاليا وانت بطل اخر نسختين، دايما اللي بينزل قدامك بيبقى عنده حته انه انا بلاعب النادي الاهلي، فممكن يستنى شويه، ممكن يدافع شويه، لكن اجمالا هو كده كده هيسيب لك شويه مساحات عشان هو رايح يهاجم، لان هو خسران مباراه الذهاب والتعادل يخرجه بره البطوله، فهو محتاج يسجل هدف، فهيسيب لك مساحات، فدي هتسهل الجيم شويه على النادي الاهلي. ازاي النادي الاهلي هيستغل المساحات دي، او ازاي النادي الاهلي هيبدا يلعب عليها وهيحط الرجاء في انهي زونز، لانه انا باخد الخصم بتاعي من المساحات بتاعته بحطه في مساحات معينه في الملعب عندي انا عشان اوفر مساحات معينه.
انا عايز فرقه الرجاء تلعبني في مساحه معينه في التلت الثاني عشان تسيب لي خط الدفاع، لان هم عندهم مدافعين عندهم مشاكل كتير. ازاي النادي الاهلي هيخلق المساحه دي؟ ازاي النادي الاهلي هيدخل الجيم ده؟ وجهه نظري الجيم هيتسهل علينا في المغرب وهيسهل علينا كمان نتيجه الفوز في القاهره، فدي كلها امور فنيه اعتقد هتسهل علينا الجيم الجاي ان شاء الله. طيب شريف يا محمد، شايف ان المباراه هتكون اسهل من مباراه القاهره برغم ان احنا قدمنا اداء جيد في مباراه القاهره، ولكن غاب عننا التوفيق ونقدر نقول حاله المهاجمين يعني ما كانتش في احسن احوالها، يعني ما قدرتش تستغل الفرص المحققه اللي كانت على فريق الرجاء وساعده في ان يتالق انس الزينتي من وجهه نظري. انت شايف برضو ان مباراه العوده يعني بتتفق مع شريف ولا انت بتختلف وشايف ان الامر ممكن يكون اصعب من مباراه الذهاب خاصة وان في جماهير هتكون متواجدة بتؤازر بشدة فريق الرجاء؟ طيب خلينا اربط سؤالك ده بسؤال باللي انت قلته من شوية باللي قاله شريف. اللي انت قلته من شوية انه احنا رايحين جيم، وقلته في الانترو ان احنا رايحين جيم، وانه عامل الوقت هيبقى سلاح ذو حدين. اللي قاله شريف انه انت لما بتيجي تتكلم على اي مباراة بتيجي تتكلم، واحد من ضمن الثلاث عوامل اللي بتتكلم عليهم هو التايم اللي انت هتشتغل عليه. التايم هنا سلاح ذو حدين، تقدر انك تخلي التايم بدل ما هو بيكاونتر عليك انت وان هو هدف لا قدر الله يجي في اي وقت يعمل لك مشكله، تقدر في ظل ان الرجاء هيبقى الجماهير هتبقى عامل ضغط عليه، هو مش عامل ضغط عليك انت، عشان تقلب ده انك تقدر تحاول ان انت تسجل. اسامه كان بيتكلم على ده في الانترو ان احنا نحاول نسجل في الشوط الاول، تحاول تضغط تخلي عامل الوقت ضد الرجاء مش ضدك، مش ضد ان انت بتحاول طول الوقت الماتش ماشي 0-0 لحد ما هم يسجلوا. فمهم جدا ان انت تستغل عامل الوقت ده، واحد من ضمن الثلاث عوامل اللي كان بيتكلم عليهم شريف. السبيس والمساحات اللي احنا بنتكلم عليها هنيجي لما نيجي نتكلم على فرقه الرجاء وهم هيشتغلوا ازاي في ظل طرد مروان هدودي المحرك الاساسي لخط الدفاع، وهم بيلعبوا 3-4-3 في الخط الخلفي، غياب مروان هدودي القائد بتاع خط الدفاع، هل هيجبر رشيد الطوسي اللي في كل مبارياته اللي فاتت لعب 8 مباريات مباراه وحيده غير فيها الشكل، وسبع مباريات لعب ب3-4-3، هل غيابه هيخليه يغير ويعتمد على طريقه مختلفه يروح ل 4-2-3-1 ولا يرجع ل 3-4-3 ويفضل مصمم عليها ويغير؟ لما نتكلم بقى على العناصر اللي دخلت مع التشكيل اللي موجود دلوقتي. السؤال ده يمكن اجابته هل ليه بديل هدودي؟ هل ليه بديل في الفريق؟ هو في عوده النهيري يعني هل بيبقى هو لو ليه بديل يبقى مش هيرجع يتغيير الخطه؟ لا هو ملوش بديل سيستماتيك، يعني انا مش هغير مدافع واحط مكانه مدافع، لكن النهيري واحد من ضمن اللعيبه القليله جدا المغاربه اللي لعبوا حتى مع منتخب المغرب للمحليين ولعب قبل كده مع الوداد بيلعب في الاربع مراكز بتوع الخط الخلفي، بيلعب ليفت سنتر باك رايت سنتر باك باك رايت وباك ليفت. كمان هو مميز جدا لو لعب بثلاثه ورا، لو هو اعتمد انه يدخل حد زي اسامه سبحان او عبد الجليل شبيره يدخلهم جوه كلاعب ثالث فيلعبوا ثلاثه في الخط الخلفي ويدخل النهيري هو اللي يلعب وينج باك ناحيه الشمال، دي واحده من ضمن النقط المميز جدا فيها محمد النهيري. فالشكل اللي هيعتمد عليه يقدر ينور بيه في اي مكان، هل هو يقدر يحط النهيري ولا هيغير الطريقه زي ما غيرها في مباراه القاهره بعد ال 35 دقيقه الاولى؟ وكنت بتناقش انا وشريف في قصه تغيير الطريقه تحت الهواء، هل هيغيرها ل 4-2-3-1 زي ما غيرها وعمل التغييره بخروج الياس حداد؟ لكن هو لما خرج الياس حداد كان لسه مروان هدودي في الملعب، فخروج مروان هدودي من تشكيل المباراه بسبب الطرد هيخليه يعتمد على الياس حداد. هل وجود الياس حداد هو ده السؤال؟ 4-2-3-1 ولا 3-4-3 ده الشكل اللي هيجاوب عليه مكان النهيري في الملعب؟ لا بس خلي بالك هو رايح النهارده باستراتيجيه مختلفه، الجيم اللي فات كان عايز يقفل مساحات، عايز يقفل على النادي الاهلي اي فرص تهديفيه، انما بكره هو عايز يخلق فرص تهديفيه، عايز ناس تبتدي تعد الهجمه مظبوط قدام، مش بس ان هو يقفل المساحات. ما دي النقطه اللي انا ربطت بيها التايم في البدايه، انه حتى التايم طول ما هو 0-0 طول ما هو مش حاسس ان عنده مشكله التايم مش بيكاونتر ضده، لان 1-0 في اي وقت من اوقات المباراه. عشان كده قصه الاندفاع المبالغ فيه اللي الناس بتتكلم عليها في بدايه المباراه ما اظنش انها هتكون موجوده. هو نفسه رشيد الطاووسي قال ان انا مش ههاجم يعني بشكل فيه جهل، وقال ان انا هخلق حاله من التوازن، وهو ده اللي هيشدنا لفكره المساحه. لو واجهنا فريق الرجاء وفريق الرجاء فضل متحفظ في الشوط الاول شريف، لان انت اللي كنت بتتكلم عن المساحه، تقدر تخلق المساحه في وجود تحفظ من فريق الرجاء، ولا انت معتمد على فكره ان المساحه لما يضغط فريق الرجاء علينا يبدا يسيب خلف دفاعاته مساحه نقدر نستغلها؟ لا هي المباراه هتمشي على فترات، انا مش هفضل طول المباراه قاعد في ال 18 وهم عندهم مساحه في ظهرهم بلعب عليها، ولا انا هفضل طول الوقت بهاجمه. بس انا في نقطه مهمه عايز اقولها وهي بخصوص رشيد الطاوسي. الحقيقه رشيد الطاوسي لما جه القاهره هو بدا الجيم ازاي؟ هو بدا الجيم بهاي بريشر من الثانيه الاولى، من الثانيه الاولى بيضغط على النادي الاهلي من فوق، وده بالنسبه لي كان ريسك فني غريب جدا، لانه انت المفروض لما بتلعب اول حاجه بتحدد امكانيات المنافس،
تاني حاجه بتحدد امكانياتك، وعلى اساس الاثنين دول بتحدد الاستراتيجي. بالظبط. انت كفرقه الرجاء ممكن تكون انت عندك احساس ان انا عملت دور مجموعات كويس، لكن نوعيه الفرقه اللي انت كنت بتلعبها مختلفه عن نوعيه النادي الاهلي. بالظبط، الجوده مختلفه تماما، وجوده فرقه الرجاء كمان مختلفه. يعني ممكن نقول ان عندهم لعيبه خبرات، انا موافق على الفكره دي، لكن عندهم لعيبه كويسه؟ لا، انا مش موافق على الفكره دي تماما. لعيبه الرجاء كلها لعيبه ميديوكرز، لعيبه ما فيش لعيب فيهم نجم. حتى النجوم اللي فيهم، بنتكلم على النهيري، بنتكلم على محسن متولي، بنتكلم على حميد احداد، يمكن حميد احداد يمكن اصغرهم في السن شويه، لكن محسن متولي 36 سنه، النهيري 31 سنه، لعيبه سنهم كبير. فهو راهن على حاجه بالنسبه لي كانت مش ريسك كبير جدا. كانت ريسك كبير. وبعد كده لمده 35 دقيقه هو حاسس انه انا هو مش قادر يسيطر على اي حاجه في الملعب، لا قادر يسيطر هجوميا ولا قادر يسيطر دفاعيا. فعمل ايه؟ عمل التغييره بتاعت الياس حداد بنجوم، زود نجومه في قلب الملعب، وده ساعده شويه في عمليه الضغط. بس الاغرب من كده الحقيقه ان هو فضل ضاغط عالي برده. انا بالنسبه لي ممكن يكون الجيم اللي فات هو درس ان انت كمدير فني تعرف تبدا المباراه كويس وتنهيها كويس. الكلام على مستر موسيماني، انت ازاي بدات وازاي نهيت. لكن الحقيقه ان انت كنت فنيا مكتسح الملعب، ودي حقيقه فنيه كان على المستوى الرقمي او حتى بالعين المجرده وانت بتتفرج. عرضنا الاحصائيات قبل ما تدخل، مش عارف شفتوها ولا لا، يعني 25 محاوله على المرمى، منهم 11 اون تارجت، منهم 20 تسديده من داخل منطقه الجزاء. يعني انت قادر تلعب في منطقه جزائهم المباراه الماضيه. بس الغريب ان هم عملوا محاولتين جابوا جول، يعني محاولتين. انت بتحبطني ليه؟ لا يعني انا قصدي اقول ان هو كان في توفيق. هو يعني هي دي الفكره يا كابتن. معلش خلينا نقول ان كل الارقام شيء والتوفيق شيء تاني. يعني ممكن تعمل هجمه تجيب جول، الاحصائيات تاني معانا. يعني يعني محاولتين بس على المرمى ناحيه الرجاء، منهم هم عملوا 6 محاولات، 2 اون تارجت، واحده دخلت جول. خلينا في الاون تارجت. 11 ل2، احنا 11 جبنا منها هدفين، وهم يعني بنسبه مثلا نقول 50% هم، واحنا تقريبا نسبتنا ممكن تكون 18 20%. 50% ولا حاجه. فهي الفكره ان الحقيقه انه كان في توفيق، وفي اكتر من كوره كانت ممكن تتسجل. يعني النادي الاهلي كان يقدر يسجل صحيح. الاهداف دي وسجلها قبل كده. فاللي بدا الشوط الثاني هو ده اللي انا كنت متوقعه، ان الراجل هينزل ويبدا يرجع للحاله الطبيعيه بتاعت ان انا خلاص بلعب في القاهره و2-1 وانزل اقفل الجيم. لا، الراجل نزل ضغط عالي ثاني على النادي الاهلي ثاني. افسر ده بايه؟ افسر ده انه في حاله غرور شويه، ثقه زياده. والحقيقه في حاله تانية ممكن اكون انا شايفها، بس ممكن تكون غلط وممكن تكون صح، هي فكره البعد عن الملعب. رشيد التوسي بقاله اكتر من سنتين ونص داخل في 3 سنين بعيد تماما عن الخط. فممكن يكون البعد عن الملعب فتره سنتين ونص 3 سنين بدون تدريب دي ممكن تكون شويه، بس دي ممكن تعوضها بالمتابعه. يعني انت بتابع جيد، بتشوف القريب من اللعيبه، قريب من الفرق. الكوتشنج انا كراجل مدرب كوتشنج، الخط مختلف تماما عن التلفزيون ومختلف تماما عن ان انت بتقعد تحلل اداء. فممكن يكون دي الكيس. فانا وجهه نظري ان الحاله السيكولوجيه اللي فيها رشيد التوصي هتكمل معاه في مباراه العوده، لان كمان في مباراه القاهره هنا في المؤتمر قال كلام بالنسبه لي انا انديكيشن مهم قوي، ان انا هنلاعب جمهور الاهلي وهو جمهور قوي، بس الجحيم الحقيقي في المغرب. فكمان الحاله بتاعت الجمهور مدياله احساس ان احنا لا، ده احنا بنلعب في ملعبنا وجمهورنا قوي وكذا وكذا وكذا. الشناوي رد على الجمله دي، قال لك 11 لاعب قدام 11 لاعب. السيكولوجيه بقى بتاعت رشيد التوصي بالنسبه لي ان هو عنده الاحساس ده. لا، هو بتنقل حاجه كمان، ان هو هنا اللي انت قلته بقى، خلينا يعني اعقب على كلامك، انت ازاي عايز تاخد الكره لملعب الجمهور، وازاي جاي بتلعب بامكانيات لاعبيك اللي انت عارف انها فنيا بعيد عن الاهلي، الهاي بريشر اللي انت عملته والريسك الكبير اللي انت خدته قدام النادي الاهلي. عشان تكون الامور معانا والمشاهد يكون معانا، احنا محتاجين نستعرض ده بالصوره طبعا عشان تكون الامور واضحه. فلو عندنا حالات محمد جمال يستعرض لنا نقاط الضعف في فريق الرجاء من خلال مباراه الاهلي والرجاء اللي اتلعبت على ملعب الاهلي والسلام، ونقاط القوه عشان احنا برضو مهم اننا نشوف الفريق اللي احنا بنواجهه قادر يهددنا من اي جانب، وايه المميزات اللي عنده وعند لاعبيه. طيب خلينا نبدا بعض الحالات اللي بنتكلم فيها على السبيس، المساحه، بما اننا بدانا الحلقه بالمساحه. تمام. المساحه قدر النادي الاهلي، وده دايما اللي بنتكلم عليه، الكوتشنج نجح بيتسو موسيماني والماتش اللي فات اللاين اب طبعا. المباراه الاخيره، مباراه القاهره، خلصت 2-1، انه قدر انه ازاي يشتغل على السبيس. فرقه بتلعب بثلاثه في الخط الخلفي، والاثنين الوينج باكس بتوعهم بيرجعوا يقفلوا،
ازاي قدر يشتغل على السبيس، خاصه السبيس اللي ناحيه اللعيب المميز قوي عندهم عبد الاله مدكور الباك رايت، قدر ازاي ان هو يعمل ده ويوظف ده بكوره واثنين وثلاثه واربعه سبع مرات الشوط الاولاني، بقدر اخترق من نفس الناحيه، ناحيه بعتمد على عمرو السوليه في الباس اللي بتحط في السبيس المساحه وخلق المساحه، على الرغم انه بدا المباراه بثلاثه، عمل الزياده العدديه. لو بصينا على الحاله اللي موجوده معانا هلاقي ان عمرو السوليه بياخد الباس، التحرك بتاع بيرسي تاو والسويتشات اللي كانت بتتعمل، السويتشات العظيمه اللي كانت بتتعمل الشوط الاولاني للنادي الاهلي، هلاقي انه الاختراق دايما في ظهر السبيس بتاعت عبد الاله مدكور. ومش بس ان انا كنت بعمل الاختراق من الناحيه دي، لا دايما كان التحرك بتاع الجناح العكسي اللي هو حسين الشحات بيتحرك من ناحيه اليمين في ظهر اسامه سبحان اللعيب الباك ليفت او اللونج باك اللي بيلعب ناحيه الشمال. فانا ازاي قدرت افرغ السبيس اللي في ظهر الاثنين الرايت والليفت، دي واحده من اهم النقط. وبالمناسبه الكره دي كانت واحده من ضمن الحالات نفس الباس عمرو السوليه في نفس السبيس اللي اتحسب التسلل، وهي مش تسلل، اتحسب التسلل في المباراه وهي ما كانتش تسلل. حكم حتى ما اداش وتندسي يعني هو ساب ادى رفع الرايه، حتى كنا في الملعب ناس استغربت جدا لانه متغطي باثنين لعيبه. احنا لو بصينا على اخر لعيب في الملعب ناحيه الشمال ده مغطي، وانا مش عايز ابص على اخر لعيب، مش اخر عايز ابص على الحكم. الحكم مش واقف مع المهاجم مش المدافع، واقف مع المهاجم. ما هو عشان كده ده المفروض الحكم المساعد واقف مع اخر مدافع، هو ماشي مع مهاجم الاهلي. لا ده هو لا مع مهاجم الاهلي ولا مع المدافع، هو رفع الرايه كده بالبركه. لا بس هو واقف مظبوط مع مهاجم الاهلي، هو حس هو بيعرفها بالاحساس يعني، بس واقف غلط، خد قرار غلط على طول. طبيعي طبيعي. المشكله قبل ما نعدي بس الحته دي، اصل المشكله في نقطه، انت كحامل الرايه على الاقل لو انت مش متاكد من قرارك في فار سيب الكره تكمل، والفار لو دخل الجول هيراجعك. لكن خلينا نرجع للحالات دي، حاله مهمه جدا. وبنتكلم وقتها كان في غياب لعلي معلول، وبنقول دايما الجبهه اليسرى الاخطر، قدرنا نستغل ده خلف عبد الاله. معظم الشوط الاولاني على الناحيه الشمال. عندك حالات تانية في الجانب ده، في نفس الجانب ده في حاله تانية، الكوره بتاعه محمد شريف، الكوره دي اللي هتنتهي، نعدي نجيب الاسيست بعديها، هيستلم بيرسي تاو، هيحط لعيبه محمد شريف هو لو اعتنى بيها، وخليني استخدم لفظ اعتنى بيها، لو اعتنى بيها وحطها في اي زاويه هي جول، في اي زاويه الكره قريبه جدا. بس يمكن جايله واطيه شويه، لا هي جايله وجايله على عدلته، لان هو رايح قريها من بدري، وهم واضح تماما طالما في باترن وطالما في نمط ان في شغل من ناحيه الشمال، فانا كمهاجم دايما بتحرك، وده اللي احنا اتكلمنا عليه ان التحركات ده كان بريباريشن واضح جدا وبريباريشن جيد من بيتسو موسيماني قبل المباراه، ازاي استغليت الناحيه الشمال. فانت مش متفاجئ بعبور الكره طبعاً دي محمد طبعاً شريف. خليني اقول لك هنا ان محمد شريف تعامل معاها معامله مش معامله الهيدر. ليه بقى؟ لان طبعا انتوا ادرى مني بالقصه دي اكيد يعني، ولكن الكره لما تكون جايه لي العرضيه قويه انا دوري ان انا اوجه طبعا. لكن لما تكون جايه لي بالونه بالشكل ده لازم ان انا احطها في الارض عشان ازيدها قوه، وتحديدا كمان في زاويه من الزوايا. اللي عمله محمد شريف غير كل ده خالص، لعبها بمنتهى الهدوء واعتمد على ان هو يديها قوه مباشره، وطبعا تعامل معها الزنيتي بشكل، انا بشوف ان الكره دي كانت احد الاسباب اللي منحت انس الزنيتي ثقه كبيره جدا. كنا نقدر نقتل المباراه بالهدف ده بتاع محمد شريف، لان احنا كنا مكملين، هم مش قادرين يقفلوا السبيسز دي. عملناها مره زي ما قلنا سبع مرات الشوط الاولاني، منهم اربع او خمس كرات خطرين جه منهم الهدفين، فكان مهم جدا جدا ان احنا نسجل. خلاص اللي حصل في مباراه القاهره، لكن خلينا ناكد تاني ان السبيسز دي هي مرتبطه بجوده الافراد، مش بس باسلوب اللعب طبعا بالزبط. طبعا مش مرتبطه باسلوب اللعب، لانه الوقفه اللي بيقفها لعيبه الرجاء، الريباوند او الرجوع من الحاله الهجوميه لما بيفقد الرجاء الكوره، لعيبه الرجاء مميزين جدا. ودي لما نيجي نتكلم على مميزات الرجاء هنتكلم عليها، مميزين جدا. هم لعيبه طوال، معدلات الاطوال 188 سم في الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا في الخط الخلفي، طبعا غياب مروان هدودي بسبب التايد، لكن معاه كمان جمال حركاس والياس حداد الثلاثه متوسط. بس ده مش صعب عليا يعني، لما يبقى عندي فرقه الباكات بتوعهم او خط الظهر الخط الخلفي يعني اباف ال 185 سم، ده يعني اطوال، ده باسكت، لعيبه باسكت. ما هو ده بيصعب عليا الكره العرضيه، يعني كره زي دي، الكره العرضيه اللي حصلت للشيف دي عادت ازاي لما هو الاطوال كده؟ ما هو ده بقى جاي من العيب بتاع الطول. ما هو الطول ده الا لعيبه قليله جدا اللي بيبقى عنده الطول مقترن بالرشاقه. معدل الرشاقه ومعدلات الحركه في الريباوند في الرجوع والتمركز الصحيح عند لعيبه الرجاء قليل جدا، وده اللي بيعمل لهم المشاكل بعد كده. لما انت اعتمدت على التحركات دي، قدرت ان انت في مباراه زي دي بمعدلات الاطوال دي قدرت ان انت تطلع 13، لما بنتكلم على الاريال وونز وهم دي راس مالهم، السيت بيسز او الكرات الثابته او الكرات الهوائيه في الالتحامات، حتى احنا طالعين 13 وهم 12، حتى في نقطه ميزتهم الوحيده اللي موجوده عند فرقه الرجاء. فالرجوع والريباوند عندهم بطيء جدا، خاصه في الثلاثي الخلفي، يمكن افضلهم مروان هدودي رغم انه اطوالهم، لان الثنائي اللي كانوا موجودين حتى استمر بعد كده عندهم نفس المشاكل ونفس السبيس. فده اللي بياكد
النقطه اللي قالها شريف نقطه بالغ جدا اللي انا هقرنها بكلمه ثانيه. هو قال شويه غرور كروي من رشيد الطوسي انه يجي يعمل هاي بريشر على النادي الاهلي، فخليني اقول لك ان هي سذاجه فنيه منه ان هو يجي يعمل كده على النادي الاهلي. حتى لو عمله في مباراه مركب محمد الخامس او مباراه على ملعب الرجاء هتبقى سذاجه فنيه انه يعمل هاي بريشر على النادي الاهلي بالمعدلات الحركيه اللي موجوده عند خط الدفاع بالكامل سواء الثلاثي اللي موجود او حتى الارتداد الريباوند بتاع الاثنين عبد الاله مدكور او اسامه سكحان. انا عايز ان هو يفضل عنده نفس الطاقه دي وعنده نفس الغرور الكروي او الثقه في اداء لاعبيه ويلعب بنفس الطريقه دي. طبعا كانت يعني البعض ممكن يسال شريف طب دي كانت ثغرات او نقاط ضعف في مباراه الاهلي والرجاء، بتلعب منافس قوي اللي هو النادي الاهلي، جوده لعيبه النادي الاهلي بتفرق معاك. طيب فريق الرجاء هل ظهرت النقاط الضعف دي فقط لما ظهرت جوده النادي الاهلي، ولا حتى مع جوده لاعبين مختلفه مش عايز اقول اقل بكثير من جوده لاعبي النادي الاهلي كان برضو عنده نقاط ضعف وعنده نفس الثغرات في المناطق الدفاعيه؟ دي بالنسبه لي اهم نقطه، ان احنا لما هنيجي نتكلم على ميزه او هنيجي نتكلم على عيب احنا هنتكلم على حاجه بتحصل باستمرار، مش هنجيب حاجه استثنائيه ونقول ان دي الميزه او نجيب حاجه استثنائيه ونقول ان ده العيب. فعشان كده بالنسبه لي لو احنا استعرضنا الحالات اللي من الدوري ونبدا نشوف المشاكل اللي موجوده عند فرقه الرجاء، هل المشاكل دي هي اللي حصلت في ماتش النادي الاهلي؟ اه طبعا، مع كل كامل الاحترام والتقدير لكل الشغل الفني اللي بذله لعيبه النادي الاهلي وبيتسو موسيماني في خلق المساحات دي، لكن في النهايه انا لما بخلق مساحات معينه فيها مشاكل عند الخصم بخلق المساحات اللي فيها مشاكل عند الخصم اللي انا رحت رجعت لها وقلت ان انا الفرقه دي عندها المشاكل دي عشان انا حللتها في ماتشات الدوري وعرفت ان هي عندها مشاكل. فلو جبنا الحالات معانا دلوقتي نستعرض حالات اللي هي طالبها شريف عشان برضو نشوف احنا معانا حالات فريق الرجاء معانا حالات هجوميه منافسه مختلفه عن بالظبط، معانا حالات هجوميه ومعانا حالات دفاعيه. الفايل اللي فيه الحالات الدفاعيه نبدا نستعرض بقى من ماتشات الدوري ونشوف المشاكل دي، لان في جزئين المشاكل ليها جزئين. الجزء الاول هي مشكله الافراد، جوده الفرد نفسه، وهي دي الحقيقه انا مستغرب او يمكن مش مستغرب يعني مستغرب من فكره ان في ناس بتقول ان مروان هدهود مدافع كويس. انا بشوف انه حقيقه واحد من اقل المدافعين في الثمان فرق اللي موجوده هو مروان هدهود، لعيب عنده مشاكل كتيره جدا في التغطيه. الكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها بتاعه الاوفسايد مروان الهدود هو اللي مغطي برجله، الكره بتاعه الجول الثاني مروان الهدود اللي مغطي في الكره بتاعه حسين الشحات، كره الطرد تعامل غريب يعني تعامل خماسي، لعيبه بتلعب مع بعض خماسي مش لعيبه بتلعب على الليفل الكومبيتيشن ده. قبل ما نعرض الحالات عشان بس في تغطيه وفي لايف معانا من الاهلي في الجزيره، بنعتذر لك طبعا، هنعرض الحالات على طول بعد ما نطلع نشوف مراسلتنا وزميلتنا نورهان طمان ولقاء مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجان العليا بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا نورهان وكل سنه وانتم طيبين، وكانت حفله رائعه في الجزيره. اهلا بك يا كابتن هيثم واهلا يا احمد واهلا بضيوفكم الكرام. احنا طبعا هنا في المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره وتغطيه خاصه للدوره الرمضانيه لعائله الاهلي. يمكن طبعا اجواء رمضانيه رائعه هنا في مقر النادي، وطبعا زي ما انتم شايفين او سامعين ورانا مراسم تسليم الجوائز، وزي ما قلت يا كابتن هيثم معانا كابتن وليد مبروك يعني رئيس اللجان رئيس اللجنه العليا للجان. ولكن قبل ما نروح لوليد خلينا نقول لكم شويه اخبار عن البطوله او الدوره الرمضانيه. مواليد 91 فيما فوق يعني كان حصل افضل يعني حصل حازم صلاح على افضل حارس وافضل لاعب لاعب تامر محمد، والهداف كان اللاعب طارق علي. اما بقى المراكز الاولى فكان فريق 74، والمركز الثاني فريق الفانيلا الحمراء، والمركز الثالث فريق الصفوه. كمان خلينا نقول لكم انه مواليد 91 ل 2001 حصل على المركز الاول فريق الاسطوره، والمركز الثاني فريق توفيق، وفي المركز الثالث فريق شربين. واما بقى الجوائز فحصل افضل حارس ايمن محمد على لقب افضل حارس، وافضل لاعب عمرو مصطفى، والهداف كان محمد صلاح. كمان نروح لمواليد 2002 ل 2006، المركز الاول المارد الاحمر، والمركز الثاني فريق كيمو، والمركز الثالث جانرز. يمكن طبعا اللجنه المنظمه للبطوله قررت حجب تسليم الجوائز للمركز الاول والثاني في طبعا 2002 2006 لسوء السلوك. كمان خلينا نقول لكم انه احسن لاعب هو سيف ياسر، والهداف علي كريم، واحسن حارس سعد. اما بقى مواليد 2007 ل 2010 ف
فكان جه فريق المركز الاول زعزع، والمركز الثاني الفريق العالمي، والمركز الثالث فريق 5 ستارز. كمان احسن لاعب حصل على اللقب اسماعيل محمود زعزع، والهداف اياد ناصر، واحسن حارس ادم نادر. معانا طبعا وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان. بنبارك لك يا وليد على البطوله وعلى التنظيم الرائع، وعلى طول مشرفنا وتسعدنا. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين. الاول انا مش عارف انا مين معانا في الاستوديو، بس كل سنه وانتم طيبين، وبشرف بالموجودين احمد اسامه وكابتن هيثم سعيد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا يعني ده تقليد معتاد في النادي الاهلي، بقى لنا 4-5 سنين دوره عائله الاهلي الرمضانيه زي ما بنحب نقول كده، بينظمها لجنه الشباب دايما في النادي الاهلي. ده تقليد بقى له 4-5 سنين، يمكن الكورونا وقفتنا سنتين، الحمد لله السنه دي رجعنا ننظم تاني. لجنه الشباب بتقوم بالدور على اكمل وجه، هي احنا زي ما بنقول دايما في النادي الاهلي بنحب من خلال اللجان نعد كوادر ونخلق شباب صغير يتولى المسؤوليه قدام، بياخدوا الدور ده وبينفذوا التنظيم والترتيبات وكل حاجه بيعملوها هم من اي تو زد، طبعا بمساعده الاداره التنفيذيه، العلاقات العامه واداره الامن والخدمات في النادي بيعملوا معانا دور جبار. بشكر مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب على انه يعني بيدينا الثقه دي كل مره، وبيديها لجنه الشباب، احنا بنديهم كل حاجه وبنقف جنبهم نعمل لهم سبورت. هم ما شاء الله عليهم دايما بيبهرونا، يعني شباب النادي الاهلي دايما بيبهرنا، وانا دايما اقول يا بخت النادي الاهلي بشبابه، دول كنز حقيقي موجود في النادي، قدام هنعرف قيمتهم وهنعرف نقدرهم يعني ان شاء الله. وليد طبعا كان في اعضاء مجلس الاداره متواجدين بيتابعوا البطوله باهتمام، طبعا الباشمهندس خالد مرتجي والمهندس طارق انديل ومي عاطف، كان في اهتمام كبير من جانب مجلس الاداره زي ما قلت، وتحقيقا ل يعني سلوجان عائله الاهلي. دايما احنا بنشوف عائله الاهلي في كل حاجه، يعني انت تعليقك على وجود اعضاء مجلس الاداره حتى في الصاله. والله انت لخصتي الكلام، احنا عائله الاهلي، مجلس اداره بقى اعضاء اداره تنفيذيه جماهير، احنا عائله. هو مجلس اداره النادي الاهلي دايما عنده روح مختلفه شويه عن اي حته تانية، اللي هي روح الفانيلا الحمراء، دايما احنا فيها بينا وبين بعض حاله الفه وتكاتف، وكلنا اسره واحده، هتلاقينا متربيين في النادي من واحنا صغيرين، عارفين بعض، رئيس النادي عارف الاطفال وعارف الكبار، وكل الناس دايما بتتعامل عنها فعلا اسره واحده. هو ما حدش فيهم متاخر على فكره، احنا كنا في اكتر من كده، بس طبعا النهارده ليله وتريه والناس عايزه تطلع تروح تصلي وكده، ففي بعض فضل يمشي لما الوقت اتاخر، لكن الحمد لله كان معانا خالد مرتجي مع حفظ الالقاب وطارق ومي. وان شاء الله السنه الجايه يبقى معانا المجلس كله، وتبقى دوره انجح وافضل من كده بكتير. اشكرك جدا يا وليد، ومبروك على التنظيم الرائع. شكرا، سلام عليكم. طبعا لسه مستمرين معاكم واللقاءات، ومعانا علي كريم هداف 2002 ل 2006. بنرحب بيك يا علي على شاشه قناه النادي الاهلي، ومبروك. ازيك يا دكتور؟ قول لي بقى جبت كام جول؟ جبت 9 اجوان. طيب يعني الاجواء بقى، احكي لي انت استعدت ازاي للبطوله؟ طبعا هي دوره الاهلي بتبقى مختلفه خالص، يعني بتعمل كل سنه الاعضاء بتحبها جدا. استعدت ازاي للبطوله؟ كده كده انا واصحابي كلنا بنلعب مع بعض زمان، من زمان الدوره دي، وخدناها كتير قبل كده، بس ودي كلنا بنستناها يعني كل رمضان الحمد لله. يعني تهدي الجائزه دي لمين يعني؟ لفرقتي والله، هم اللي خلوني اجيب 9 اجوان يعني، طبعا فكده كده هم اول ناس اولى بالجائزه دي يعني. نشكرك جدا يا علي، ونورتنا على شاشه قناه النادي. شكرا جدا. ده كان لقاء طبعا او لقاءاتنا هنا من الصاله المغطاه في النادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا كابتن هيثم، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. نورهان تيمان زميلتنا من صاله الامير عبد الله الفيصل، ودوره الرمضان دوره رمضانيه لعائله الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما تابعنا احنا دايما بنحط حضراتكم في الاجواء بشكل كبير. وخلينا نرجع بقى لمباراه بكره ونرجع لتحليلنا. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل يا شريف عن الحالات اللي معاك والحالات الهجوميه وخلق المساحات والمشاكل الدفاعيه، يعني نستعرضها مع الساده المشاهدين. اتفضل. هي احنا كنا بنتكلم على فكره ان احنا هل المشاكل الدفاعيه اللي كانت موجوده عند فرقه الرجاء في مباراه القاهره قدام الاهلي ليها علاقه بس بجوده النادي الاهلي والطريقه اللي قدر بيها يلاقي المساحات دي ويخلق المساحات دي عند فرقه الرجاء، ولا اصلا دي مشكله موجوده بفريق الرجاء نفسه؟ بالظبط، على مستويين، على مستوى المنظومه الدفاعيه اولا، وعلى مستوى جوده الافراد. لازم نناقش جوده الافراد اكتر من المنظومه الدفاعيه، لان الرجاء على مدار الاربع خمس ست شهور اللي فاتوا غير 3 مدربين، فالمنظومه الدفاعيه ممكن يكون فيها مشاكل، لكن الحقيقه حل المشاكل دي صعب الدنيا شويه، لان جوده الافراد قليله. فاحنا لو رحنا للحالات واتفرجنا عليها هنلاقي ان الرجاء بيعاني من نفس المشاكل تقريبا اللي كان بيعاني منها قدام النادي الاهلي. هنا احنا بنتكلم على دي بس الاول، دي في انهي مباراه؟ دي مباريات مختلفة من ماتشات الدوري. عشان اعتقد ده
ار اس بي ده تقريبا نهضه بركان. ممتاز. نهضه بركان. هنا بنتكلم على مشكله الانترنت اللي موجوده، والمشكله الثانيه هي الغفلات الدفاعيه اللي موجوده عند الاثنين مدافعين. المدافع الاول ده مروان الهدود. نروح للصوره اللي بعدها. النقطه دي مهمه جدا واتكررت في ماتش السوبر الحقيقه، وهي انس الزنيتي. انس الزنيتي من الحراس اللي نادرا لما بيمسك الكره على مره واحده، يعني نادرا، دايما بيكون عنده مشكله في الرياكشن بتاعه او الريفلكس بتاعه، في ان هو دايما بيخسر الكره الثانيه. واحنا سجلنا في مباراه السوبر بالطريقه دي والجول ده بالطريقه دي، وهنستعرض كمان اهداف مع المشاكل الدفاعيه للزنيتي نفس المشكله. المشكله الثانيه اللي كان دكتور محمد جمال بيتكلم عنها، وهي الغفله الدفاعيه العامه في التغطيه بتاعه التسلل. طبعا جدا. الراجل اللي راجع نايم اللي على الشمال خالص ده اللي عليه الهايلايت، هو مغطي الحاله الهجوميه كل كلها. المهاجمين بتوع نهضه البركان مغطيهم. مغطي تقريبا كل المهاجمين. الصوره اللي بعدها الراجل طبعا هيستلم لوحده تماما ويسجل وتمام، مفيش اي مشاكل. نروح للصور اللي بعدها. هنا برضو بنتكلم على مشكلة الانترنت. لو نفتكر هدف محمد شريف في مباراة السوبر ازاي رقص على بره مروان عبد الاله مدكور، والمشكلة دي موجودة عند الياس حداد وموجودة عند مروان هدهود اللي خلاص مش هيلعب المباراة بتاعت بكرة. لكن احنا بنتكلم على المشاكل. عايزين نشرح يعني ايه ترنات، برضو خلي بالك مش كل الناس اللي بتفرج علينا فاهمين يعني ايه ترنات. ترنات يعني اللاعب دايما لما بيضغط بيكون واقف على رجل بيكون واقف على كعب رجله، والرجل التانية واقف على مشط رجله. فاللي على مشط رجله دي هي دايما بتبقى رجل الحركة. فاللعيبه اللي عندها الاطوال زي مروان الهدهود، ويمكن اللي موجود شويه عند جمال حركاس، اللعيبه دي لما بتيجي تترن على الرجل اللي واقف عليها اللي هي الرجل الثابته بيبقى عندها مشكله. المشكله دي مش بس ليها علاقه بالاطوال، ممكن تكون ليها علاقه بالفيزيك بتاع اللاعب. فمثلا عبد الاله لما تكون عنده المشكله دي وظهرت قوي في الكره بتاعت عبد القادر اللي رقص مرتين ثلاثه، الراجل في الثلاث مرات واقف على كعب رجله، واخر مره تنتهي بهدف دي كان لازم تنتهي بهدف. بس هي التوفيق وعدم التوفيق. لكن المره الثالثه ليها علاقه بالطول وبالفيزيك بتاع اللاعب، فموجوده عند مروان هدهود. بس خلاص احنا بنتكلم على مروان لانه بره من ضمن المشاكل، لكن خلاص هو مش هيلعب المباراه الجايه. بس احنا بنتكلم على الدفاع عموما. فالحالات دي متكرره، وهي دي اللي احنا نقدر نبني عليها المباراه الجايه. ونروح لنقطه مهمه، وهي فكره انا بذلت مجهود قد ايه عشان اخلق المساحات دي. انا بذلت مجهود كبير عشان اخلق المساحات دي، في ان انا كنت بنقل الكوره في قلب الملعب، بعمل الروتيشنال بتاعي في قلب الملعب، في ان انا ازاي بحرك الكوره من الاثنين الباكات بتوعي لقلب الملعب ان كان اليو ديانج او عمرو السوليه، وبعد كده ببدا اعمل الحركه الديناميكيه اللي كانت بتحصل. لان احنا الحقيقه كنا في المباراه دي بنلعب بشكل تكتيكي هجومي مختلف شويه، وهي فكره ان احنا كنا بنلعب باثنين مهاجمين. كنا بنلعب بمحمد شريف وكنا بنلعب بيرسي تاو. بيرسي تاو في المباراه دي ما كانش بيلعب لعيب جناح على اليمين او الشمال. وكمان كنا بنعمل حركه ديناميكيه مهمه جدا، وهي فكره ان كان احنا بنلعب تقريبا من غير بلاي ميكر، فكان عبد القادر وحسين الشحات الاثنين كانوا بيدخلوا يأدوا الدور ده. عشان كده هنلاقي كل او معظم الهجمات اللي احنا رحنا بيها على فرقه الرجاء هتلاقيها مصنوعه من عند حسين الشحات في قلب الملعب، اللي كان مين لي اصلا في الجيم ده بيلعب جناح يمين وسجل من الجناح اليمين الهدف الثاني. فالديناميكيه دي كانت مهمه قوي في ان احنا بنعمل خلخله في الدفاع بتاع الرجاء، وبعد كده بنبدا نتحرك. الاسيست بتاع الجول الثاني بيرسي تاو هو اللي رايح جناح شمال بعد ما اتلعبت له من محمد شريف، راح من الجناح الشمال صنع الكره بتاعت محمد شريف الاولى اللي كانت ملعوبه له من عمرو السوليه، والكره بتاعت محمد شريف الثانيه اللي صنع منها حسين الشحات، وفي كره ثالثه نفس الكلام برضو نزل محمد شريف وقطع في نص الملعب. دي كانت اعتقد اللي هي بتاعت لا اللي بتاعت الترقيصه بتاعت عبد الاله مدكور. دي برضو محمد شريف قطع من قلب الملعب وطلع احمد عبد القادر. فهنلاقي ان حتى الجناح الشمال راح فيه بيرسي تاو مرتين ثلاثه. ما بنتكلمش عن النادي الاهلي وطريقه لا احنا مش بنتكلم على الحاله الهجوميه، احنا بنتكلم على ايه المشاكل ليه حصلت المشاكل دي في الدفاع ده. لان المشاكل اللي موجوده في الدفاع ده اشتغلنا عليها بالشكل ده. فانا وجهه نظر ان الجيم الجاي هو انت هتبقى محتاج تبذل مجهود طبعا كنادي اهلي ان انت هتبقى مسيطر وماسك كوره عشان تخلق المساحات دي، لكن الجزء الاهم بالنسبه لي هي ان فرقه الرجاء هتخلق لك المساحات دي ولو حتى بنسبه 50-50، لانه هيطلع فوق عشان يهاجمك وهيسيب لك المساحات دي. وجهه نظري ان احنا ان شاء الله باذن الله مع المشاكل اللي موجوده دي، مع كمان وجهه نظري الغرور اللي موجود عند رشيد الطوسي في احساسه ان هو انا قادر اكسب النادي الاهلي وقدام جمهوري وكذا، انا شايف ان الجيم هيتسهل علينا. واعتقد ان احنا ان شاء الله في حاجه انا بتفائل بيها جدا. دايما عندنا الهدف اللي بنسجله في اول ربع ساعه
بتاع صن داونز بتاع الذهاب. انا حاسس ان احنا ان شاء الله الجول ده هنعمله. بس خلينا بس قبل ما نروح ونكمل انا عايز برضه اعرف راي محمد في الكره العرضيه خاصه يعني يمكن الاطوال دي والمساحات الموجوده. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل خليكم معنا عندنا كلام نقوله عن مباراه بكره ان شاء الله نتمنى فيها الفوز للنادي الاهلي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وما زلنا مستمرين في حلقه فنيه خاصه زي ما بنقول كده بنفصص فريق الرجاء. كنا بنتكلم قبل الفاصل مع كابتن شريف سالم وكابتن محمد جمال واتكلموا بوضوح على نقاط الضعف فريق الرجاء البيضاوي المغربي اللي هي مش مرتبطه بقوه او جوده لاعبي النادي الاهلي، مشاكل على المستوى الفردي في الدفاعات ومشاكل على مستوى التنظيم الدفاعي برغم تغيير اكتر من مدير فني الفتره الاخيره، ولكن تبقى هي نفس المشاكل امام جميع المنافسين. الصراع بكره هيكون صراع استحواذ وصراع خلق مساحه. هل هيكون رشيد الطوسي هيلعب ضغط عالي زي ما حصل في مباراه الاهلي والرجاء في مباراه في ملعب الاهلي والسلام، ولا هيبدا يلعب بتحفظ تبعا لتصريحاته؟ ده اللي هنشوفه، ولكن باذن الله النادي الاهلي قادر في الحالتين ان هو يستغل نقاط الضعف ويقدر ان هو يخلق المساحه والوقت وعندنا الجوده، يتبقى فقط عامل التوفيق. يتبقى ايضا نقاط القوه، ما احنا بنلاعب فريق ايضا طبعا قدر ان هو يحقق 15 نقطه في دور المجموعات، فريق له تاريخ، حقق الكونفدراليه، لاعب معانا بطوله السوبر الافريقي، عنده جماهير كبيره جدا بتؤازره، فبالتاكيد هنحط ايضا سبوت على نقاط القوه. انت من وجهه نظرك يا جيمي شايف نقاط القوه ايه؟ فرقه رجاء بتشتغل بطريقتين دايما خلال مسيرته بال 15 نقطه اللي خدهم في دور المجموعات او مسيرته انه قدر يقلص الفارق في قمه الدوري المغربي ويقرب جدا من الوداد والفرق بقى 3 نقاط بس بعد ما كانوا 12 نقطه في منتصف الدوري المغربي، الا انه فرقه الرجاء محفوظه تماما على الصعيد الهجومي، بتشتغل بنفس الطريقه نفس السيستم، النمط عندهم واحد بيتكرر سواء في النقطتين سواء في السيت بيسز او في الكرات الثابته اللي هنتكلم عليها بعدين. اللي هنتكلم عليه دلوقتي هي السيت بلاي او الكرات المتحركه. بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا ان هم بيحاولوا قدر الامكان ان هم يجمعوا اللعب ويعملوا البنتريشن من ناحيه اليمين بتاعه الرجاء، الشمال بتاعه النادي الاهلي او المنافس او المنافس ايا كان مين المنافس، بيشتغلوا من ناحيه اليمين بتاعتهم اللي دايما بيبقى موجود فيها وتجميع اللعب بيبقى محسن متولي وعبد الاله مدكور، دي الجبهه اللي ناحيه اليمين، بيخش يعمل البنتريشن معاهم حميد احداد علشان يقدر ان هو يخترق من المنطقه دي. ايه اللي خلى حميد احداد ماشي بشكل جيد مع الرجاء؟ هي الفلسفه دي او الجزئيه دي، انه حميد احداد كان بيلعب في فريقه السابق نادي الزمالك في ناحيه اليمين، لما ابتدى يشتغل مع الرجاء كمهاجم ابتدت تقل الجوده شويه، لكن هو بيلعب في الهاف سبيس ما بين الاثنين، ما بين ان هو جناح وما بين ان هو مهاجم، فبيشتغل على تجميع اللعب ناحيه اليمين، البنتريشن يكون من ناحيه اليمين عشان يقدروا يخترقوا، وفي بعض الاحيان على الفريق المنافس لو كانت الجوده قليله بيعملوا الدبل اب عشان يطلع اللعيب اللي بيعمل الكروس ناحيه اليمين سواء عبد الاله مدكور او لو محسن متولي نفسه هو اللي هيعمل الكروس، يكون عمل التجميعه بلعيب زياده اللي هو حميد احداد ويبتدي يتعمل الكروس للعيب اللي جاي من الناحيه الثانيه. وده لو احنا جبنا حاله الهدف اللي سجله الرجاء في مباراه القاهره هنلاقي انه حصل الاختراق من ناحيه اليمين بالزبط. الكروس اتعمل لتحت ليه محمد زريده اللي هو في الاساس راجل بيلعب جناح ناحيه الشمال، هنلاقي التجميع او بص كام لاعب 4 لعيبه بيلعبوا ناحيه اليمين، بيفتح الملعب تماما بمحسن متولي ناحيه اليمين ومعايا عبد الاله مدكور، واحد من الاثنين بينزل له يا اما انجومه يا اما المهاجم الوحيد اللي عندهم حميد احداد يجمع اللعب ناحيه اليمين. لو نجيب الصوره اللي بعدها هلاقي التجميع بس ده هل ده عمل لك السبيس، هل ده تكتيك هم واخدينه ولا ده نتيجه يعني زي ما بيقولوا مواقف لعب؟ يعني ده تكتيك ونظام واستراتيجيه هم متبنيينها كفريق وبتدربين عليها ولا بتيجي وليده الموقف؟ بص يا كابتن ياسر، اي فرقه بتتكرر نفس اللعبه باختلاف المنافس مره واثنين وثلاثه ده بنسميه نمط او باترن. طالما في نمط او باترن يبقى تقدر تقول ان ده في ده تكتيك هم بيشتغلوا عليه سواء مع مارك فيلموتس المدرب البلجيكي اللي كان معاهم، بوشعيب لمبارك اللي جه فتره مؤقته لمده مباراتين، او دلوقتي مع رشيد الطوسي، الثلاثه بيشتغلوا بنفس الطريقه لان اللعيبه حفظت الطريقه دي، فكل واحد بيجي يشتغل على ما انتهى اليه اللي قبله، فهم بيشتغلوا ده هنا السبيس اتحط، الراجل راح عمل الكروس، الكره الاخيره، الراجل بيستلم محمد زريده، الراجل اللي هو جناح شمال وكان بيلعب جناح شمال طول المباراه، لو جينا بصينا على الهيت ماب بتاعته هنلاقيها كلها موجوده ناحيه الشمال، الراجل دخل جمع بعد التجميع ناحيه اليمين، بيعمل الترحيل انسايد جوه عشان يبقى مهاجم مكان حميد احداد اللي كان بيسحب الفرقه ناحيه اليمين علشان يقدر يخش هو يحط الكره بالشكل ده. لو رحنا انا عايز بس قبل ما اروح الصوره دي انا بشوف من وجهه نظري ان اليو ديانج كسل في انه
يغطي او يرجع للمساحه دي ويقف على نقطه الجزاء او انه يدخل مع زريده. فنتمنى ناخد بالنا من النقط اللي زي دي، لان الهدف ده اتكرر في فيوتشر، وطالما في قوه عند فريق الرجاء لازم احنا نواجه القوه دي باننا ناخد بالنا من اخطائنا بشكل كويس. اتفضل يا محمد. متفق معاك جدا في دي، لكن يمكن هو قال يو هنا التزم بالسبيس، هو بيشتغل اكتر على المساحه ان هو يتواجد هنا عشان الكره لو ردت، لكن معاك جدا ان هو كان ممكن ياخد ياردتين ثلاثه لقدام يقطع الكره قبل ما تروح، مش ان هو يمسك محمد زريده، انه يقطع يكمل يقطع الكره قبل ما تروح. لكن سرعه اللعبه، يمكن احنا هنا جايبينها بالبطيء عشان رايتس، لكن سرعه الكره هي اللي خلت ديانج يثبت في مكانه في السبيس عشان لو الكره ردت. ما ممكن نقول ان ده تمركز غلط، ان في اثنين مدافعين واقفين جنب بعض. هو الترحيل هم ليه بيشتغلوا ناحيه اليمين؟ بيشتغلوا ناحيه اليمين عشان يسحبوا الفريق، ان الملعب يميل شويه ناحيه اليمين، فطبيعي الراجل الظهير الايمن بتاعك بينزل ويتحول سنتر باك من رايت، بيبتدي يعمل عمليه الترحيل عشان يقفل السبيس على ناحيه اليمين بتاعته او الشمال جنب السنتر باك. ما هي الغلطه، هي الغلطه ان انت ضميت قوي، فانت الراجل الباك رايت قفل مع السنتر باك، والسنتر باك الثاني بتاعنا كان رايح يقفل عشان يقفل ناحيه الشمال بتاعتنا اليمين بتاعه الرجاء. هي دي المشكله الكبيره اللي دايما بيسببها الرجاء للمنافس بتاعه ايا كان مين. دي النقطه المهمه جدا اعملوها للسيت بلاي. ولما نروح لشريف اكيد هنتكلم على بهدف مباراه السوبر اللي هو هيرد على النقطه بتاعه كابتن هيثم اللي هي النمط او الباترن، هل هم بيشتغلوا كده ولا دي كانت كوره وليده موقف حصل في المباراه. انا عايز اقول لك ان فريق الرجاء يعني، وده للاسف يعني من نقاط القوه فيه، ان في دور المجموعات سجل اهداف في كل المباريات باستثناء مباراه هراي كوناكري اللي اتغلبها 2-0، لكن ما دون ذلك بيسجل اهداف في كل المباريات. وفسر ده بايه؟ لا ما هو ده عنده ان هو استغلال انصاف الفرص، ودي نقطه صعبه جدا، ويمكن لما عرضناها في الحلقه قلنا ان هو له تسديدتين فقط لا غير اون تارجت في مباراه النادي الاهلي فقدر يسجل هدف، فهم عندهم قدره على الانهاء بشكل جيد. وده السبع اهداف او الاهداف اللي جت في دور المجموعات كانت جايه من الجبهه اليمنى. اذا ده موضوع متكرر بشكل او باخر وعلينا اننا نجد حلول له. والنقطه الثانيه معلش يا احمد قبل ما تروح لشريف، النقطه الثانيه احنا كنا بنتكلم عليها، قلنا هم بيسجلوا بطريقتين، يا اما السيت بلاي اللي هي النقطه اللي انت مشكورا قلتها اللي هي اللي احنا كنا بنشرحها من شويه بتاعه اللعبه من الناحيه اليمين او تجميع اللعبه ناحيه اليمين والبنتريشن اللي بيساعد فيه حميد احداد ناحيه اليمين. النقطه الثانيه السيت بيسز الضربات الثابته اللي بالمناسبه من ضمن عشان الناس دايما يبقى في نقطه كده هم عندهم نقطه كويسه ونقول لهم نقطه ثانيه قصادها، يعني اميز لاعب عندهم سواء في السيت بيس لما بيتعمل على القريبه او الاوفرلود، يعني ان انا بجمع عدد كبير من اللعيبه جوه ال 18 بعد كده يبتدوا يتحركوا بعد ما الكره بتتعمل سواء على وان باس او اثنين، اميز لعيب فيهم هو مروان دودي اللي هيغيب ان شاء الله على المباراه عشان طويل كمان. خليني اقول لك برضو ان النهيري وعوده النهيري يعني صعبه جدا، لان النهيري برضو كان مع منتخب المغرب اللي هو لعب البطوله العربيه وقدر يسجل ضربات ثابته. هم مميزين في الضربات الثابته لما تكون لصالحهم، لكن عندهم مشكله في الضربات الثابته في الحاله الدفاعيه وبنقدر نستغل ده. خلينا نروح لفكره لسه مع قوه فريق الرجاء من الجبهه اليمين وتحليل هدف السوبر واضافاتك برضو يا شريف. انا يعني لو حللنا بقى فرقه الرجاء اجمالا في الحاله الهجوميه، انا بشوف ان هم ممكن يكون المعدل التهديفي بتاعهم قليل، ولكن في نفس الوقت معدل صناعه الفرص قليل. يمكن احنا بنتكلم على عدد الاهداف كرقم، لكن لما نيجي نبص للاهداف دي في هدفين منهم يعني او في اهداف من الاهداف اللي اتسجلت في دوري الابطال كانت غريبه جدا، يعني الطبيعي انها ما تتسجلش، واهداف كانت في الدقائق كلها اللي في اخر ربع ساعه. فبالنسبه لي احنا لما هنيجي نحلل الفرقه عموما واحنا بنتكلم على الحالات الهجوميه او بنتكلم على ازاي الفرقه دي بتخلق الحاله الهجوميه، انا وجهه نظري ان فرقه الرجاء مش من الفرق اللي بتعرف تعمل سيت بلاي شاطر. يعني المدير ايا كان المدير الفني كان فيلموتس او حتى كان رشيد التوصي في الوقت الحالي، الاثنين بالنسبه لي ما بيقدروش يعملوا سيت بلاي. يعني انت لما تقعد تتفرج على فرقه الرجاء فرقه مش بتعمل حاجه معينه عشان توصل، لكن هي ده دايما ده انا اسف ان هقطعك هنا، ده بسبب المدير الفني ولا ده بيدينا انديكيشن عن جوده اللاعبين والسكواد اللي موجود في فريق الرجاء؟ جوده اللاعبين، لان فرقه الرجاء ما عندهاش اجنحه، وده يعني حاجه من الحاجات اللي انا الحقيقه يعني فرقه الرجاء حتى بن حليب يعني لعب معانا ماتش السوبر وماشي خلاص هو مش موجود. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي حتى بن زريده الجزء اللي بيقوم بناحيه الشمال، بن زريده اصلا لعيب مركز 8 بالزبط. وكان بيأدي ادوار كلعيب مركز 6، يعني هو اساسا مش جناح. اللعيبه اللي موجوده كلها يعني كابانجو اللي هو اللعيب المحترف ده ما بيلعبش، حميد احداد كان جناح اتحول للعيب مهاجم علشان ضعف المحترف اللي موجود، فالفرقه اجمالا ما فيهاش. طب الجزء الثاني، هل الفرقه فيها بلاي ميكر؟ يعني احنا مثلا بنيجي نتكلم على اي فرقه
في الفرق اللي موجوده دايما بتلاقي اللعيب البلاي ميكر اللي كان شبه عندهم عبد الله الحفيظي وايضا راح عبد الله الحفيظي ومشي. فخلاص احنا بنتكلم على الفرقه عموما جوده اللاعبين اللي موجوده ما تقدرش تخلق منها سيت بلاي او ما تقدرش تخلق منها مجموعه لعب ان انت تقول ان انا هلعب على السيت بلاي ده وهخلق منه فرص. ولكن معلش انا بقطعك برضو انا اسف يعني، ولكن دي منذ لحظات يعني، دي تحرك بأس النادي الاهلي رايحين التمرين، وده برضو يعني التركيز ويمكن ده في نفس توقيت المباراه تقريبا هيبقى بكره الساعه 12 وطبعا شايفين كل كابتن سيد عبد الحفيظ وكل مجموعه الفريق سواء جهاز فني او لاعبين بيتحركوا زي ما حضراتكم شايفين. دي لقطات حصري مش هتشوفوها غير على شاشه قناه النادي الاهلي. انا اسف قطعتك شيء بس كان لازم نوضح للساده المشاهدين اللقطات دي منين. اتفضل يا شيخ. تمام. فاحنا السيت بلاي بتاع فرقه الرجاء ممكن يكون مش قوي، ولكن هي الفكره في انه دايما اللعيبه دي عندها السرعه في القرار زي ما احنا شفنا سرعه اتخاذ القرار في كل موقف، ده بالنسبه لهم مهم. انا بالنسبه لي النقطه المهمه جدا هي عبد الاله مدكور اللي الحاجه الوحيده الباك رايت الحاجه الوحيده اللي منوره في فرقه الرجاء هو اللاعب ده. حتى محسن متولي عنده فترات بيبقى فيها ابس وعنده فترات بيبقى فيها داونز، وفي غضب كبير جدا من الجماهير حتى مؤخرا على الاداء اللي بيأديه. فانا بالنسبه لي هي الفكره كلها ان انت بتلاعب فريق عنده امكانيه، وده الحقيقه احنا اللي محتاجين نراجع فيه اخطائنا كمان، ان احنا اتسجل فينا الهدفين تقريبا شبه بعض، فاحنا محتاجين نراجع الاخطاء اللي موجوده عندنا، لان انت لو قفلت المفاتيح اللي موجوده عند فرقه الرجاء حقيقي انت هتتفرج على فرقه الرجاء هي فرقه ما عندهاش القوه الهجوميه اللي انت متخيلها. عندك معلومه متوسط الاعمار كام يا شريف؟ يعني متوسط الاعمار تقريبا يعني هم يعني المتوسط عموما انا مش عارف الرقم بالظبط، بس نجوم الفريق يعني بيلعبوا في مرحله 30 فيما فوق يعني احنا يعني عامه الفريق عبد الاله مطلوب يعني طبعا الزنيتي بالنسبه لي مش نجم، بس هو كان نجم في المباراه الاخيره. الزنيتي لعيب تقريبا 34 سنه، محسن متولي تقريبا 36 هيتم 37 سنه، يعني ممكن يكون اوفر ايج شويه. انما النجوم بتاع الفريق او الفريق اللي بيلعب انه صغير في السن، هل مثلا عبد الله مدكور 31 سنه 31 كمان؟ لا مش لعيب مش صغير 29 ولا 31 هيتم 31 هيتم 31 فعبد الله مدكور برده حتى لعيب كبير. النهيري اللي لسه راجع برده لعيب كبير. من وجهه نظرك هل فريق الرجاء ممكن تبقى دي قوه يعني نقطه قوه ولا ضعف لعيبه بخبرات، ولا هل مع الحماس الجماهيري الشديد، لان انت لما بيكون في حماس جماهيري اللعيبه بتبذل مجهود اكتر ممكن ما تديلكش انرجي لاخر المباراه؟ يعني برضو انا عايز نقف شويه. بص يا كابتن هيثم، هي قصه الجماهير مهمه. احنا كنادي اهلي عندنا دايما اعتقاد ودايما ايمان في فكره ان الجماهير مهمه جدا ودعم الجمهور مهم جدا وبيساعد في بطولات. وحقيقي ان فعلا جماهير النادي الاهلي اثرت في بطولات. فرقه الرجاء ما كسبتش افريقيا من سنه 99، فلو كان جمهور الرجاء شرس وقوي جدا للدرجه دي بيقدر يحسم بطولات، فكان حسم بطولات في سنين. لو رحت نروح في اوروبا هتلاقي في اوروبا فرق زي تركيا عندها اقوى جمهور موجود، فرق زي شرق اوروبا عموما فرق قويه جدا في الحاله في وضع الجمهور بتاعها. معلش انا مضطر اقطع تاني يا شريف، انا اسف يعني. دي برضو يعني شايفين كابتن محمود الخطيب وهو في الريسبشن بتاع الاوتيل وكمان الامن كان بيمشي يعني احد المشجعين اللي عايز يدي طبعا لكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب الورد يعني. ولكن كابتن محمود طلب انه يجي ويستلم منه الورد. طبعا ده مش غريب على كابتن محمود الخطيب، التواضع والاحساس طبعا بجماهير النادي الاهلي في كل مكان. بس ده لو دي جماهير النادي الاهلي ده فبيدل على الترحاب. لا دي جماهير مغربيه كابتن هيثم، وده يعني ده اللي احنا بنؤكد عليه مغربي المواجهه يعني بين اشقاء. ده مهم جدا، وده رد واضح وصريح على البعض من اللي بيحاول يقول ان شعبيه النادي الاهلي في الدول العربيه بتنخفض. شعبيه النادي الاهلي يوم عن يوم بتزيد، النادي الاكثر جماهيريه في الشرق الاوسط، النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا. محاوله اللعب بمصطلحات ومحاوله يعني تضليل الناس عن الحقيقه اعتقد يعني هتبوء دايما بالفشل مع النادي الاهلي. ودي اللقطات اللي احنا شفناها استقبال جماهيري مهم جدا. برضو يعني برضو نحب نقف عليها. كابتن محمود الخطيب اصر انه ما يستلمش هو بوكيه الورد بنفسه، واستدعى يعني احد يعني المسؤولين احمد ابو عبله. دكتور احمد ابو عبله بحيث ان هو يستلم هو، لان هو انا يعني حب انه المشاعر دي تتنقل للفريق مش ليه هو كرئيس النادي. وده مش غريب على كابتن محمود الخطيب، اللفتات الصغيره دي بتبقى. حتى شفنا كابتن محمود الخطيب وهو يعني بيوصل بوكيه الورد، وخلى المشجع المغربي ان هو يوصل يعني احساسه ومشاعره تجاه النادي الاهلي لاحد افراد الجهاز. ودي الحقيقه لفته يعني ما عدتش علينا، بس خدنا بنا منها وقلنا نستعرضها. نشكر طبعا عليها طبعا الجماهير المغربيه
ودور النادي الاهلي في الوطن العربي وشعبيه النادي الاهلي في الوطن العربي بالتاكيد. يعني كانك لو حبيت تخفي شعبيه النادي الاهلي كانك بتخفي عين الشمس. النادي الاهلي هو الاكثر جماهيريه في الوطن العربي والاكثر جماهيريه ايضا في افريقيا. نتمنى له التوفيق غدا باذن الله وتكون مباراه بين الاشقاء. لكن نرجع للتحليل الفني ونقاط القوه عند فريق الرجاء. كنا بنتكلم معاك يا شريف على فكره فريق الرجاء وان هم الجوده بتاعه اللاعبين ما بتديش اريحيه لاي مدير فني ان هو يدي قوه على ارض الواقع ومش ملاحظ غير الجبهه اليمنى اللي اتكررت في اكتر من مباراه وسجلوا منها اكتر من هدف في بطوله افريقيا. وعايزين نرجع للحالات كمان اللي موجوده معانا من الدوري عشان برضو زي ما احنا قلنا ان احنا عايزين نوضح حالات هجوميه. حالات هجوميه. في حالات هجوميه شباب موجوده. تمام. فنوضح للناس انه برضو احنا لما هنتكلم حتى ممكن يكون الجولين استثناء. يعني ممكن يكون مباراه السوبر اللي حصل فيها نفس الجول تقريبا اللي اتسجل في مباراه القاهره ممكن ده يبقى استثناء حصل في مباراتين. لكن هل ده الاستثناء ولا هل فعلا فرقه الرجاء عندها الكي ده او عندها المفتاح بتاع اللعب ده باترن ولا بالظبط في باترن ان في القصه دي في الجزء ده هل فعلا هم بيقدروا يخلقوا المساحه دي وبيلعبوا فيها باستمرار. فاحنا عندنا حالات هنربط الجول بتاع القاهره بالجول بتاع مباراه السوبر ونربطهم كمان بحالات موجوده من مباراه الدوري وكمان اتسجل منها اهداف وكمان في حالات من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا الاخير اللي برضو تسجل منه حالات بنفس الشكل وبنفس الطريقه. فنبقى عارفين ان ده مفتاح لعب مهم جدا عند فرقه الرجاء ولازم نشتغل عليه بشكل مهم جدا عشان انت حقيقي لو وقفت عبد الاله مدكور عند فرقه الرجاء انت تقريبا بتوقف 60 او 70% من قوه فرقه الرجاء. وهي دي بالنسبه لي هتبقى النقلة في المباراة ان انت مش بس ازاي تعرف تهاجم فرقة الرجاء انت كمان لازم تكون عارف ازاي تقدر تدافعها لان جزء من عملية الدفاع او الترانزيشن الهجومي بتاع النادي الاهلي هو حالة الدفاع. انت بتتحول من مرحلة ان انت ازاي بتدافع لازاي بتعمل تحول هجومي. فانت لو دفعت كويس على فرقة الرجاء واستغلت المساحات اللي موجودة عند فرقة الرجاء في التحول الهجومي انا شايف ده هيساعدنا بشكل كبير جدا في ان احنا ننقل الكفة بتاعة الجماهير من ان هي تبقى مع لعيبه الرجاء لان هي تبقى ضد فريق الرجاء ضد فريق الرجاء بالظبط. لان جزء مهم جدا بالنسبه لي انا نفسي كراجل حضرت ماتشات كتير جزء مهم جدا نفسي عند الجمهور هو ان انت تنقل الجمهور من مرحله الصخب ان الحماس عند موجود الجمهور لان انت تسكت الجمهور. انا قلت تحيده الاول تحيده بانك تستحوذ على الكره وانك تقلبه ان هو يكون ضغط على الفريق بانك تسجل الهدف. بس بما اننا بنتكلم عن الجماهير وبنتكلم عن روح الاشقاء هو كابتن هيثم كان قال ان الكابتن محمود الخطيب استدعى دكتور احمد ابو عبله ان هو ياخد بوكيه الورده. الحقيقه دي وراها قصه كانت على طياره النادي الاهلي سيده مغربيه كانت تعرضت لحاله مرضيه فدكتور احمد ابو عبله اسعفها بشكل سريع جدا وفضل متابع الحاله طوال فتره الرحله من القاهره الى المغرب وده كان شعور جميل جدا من ابن هذه السيدة. يعني جاب بوكيه الورد وجاء للنادي الأهلي وجاء للدكتور أحمد أبو عبلة يشكره ويقدم له بوكيه ورد وكانت لقطة مهمة جدا وروح طيبة بشكل كبير جدا بين الأشقاء. يعني لو خدت بالك كابتن محمود الخطيب بيدور على دكتور أحمد أبو عبلة يعني كابتن محمود خد البوكيه في إيده بس بيتطلع في الوجوه اللي واقفة عايز يوصل للدكتور أحمد أبو عبلة أهو هو كده شافه أهو وبدا يعني عشان يبقى لان هي كانت لمسه طيبه والحقيقه حتى يعني النقل الرسمي طبعا للفريق نزل ده على صفحته يعني ان هو بيشكر دكتور النادي الاهلي النهارده شفناه على السوشيال ميديا انه انقذ طبعا هذه السيده من الازمه الصحيه اللي عدت عليها. مشاعر انسانيه طبيعيه جدا يعني دائما وابدا احنا كعرب عندنا هذه المشاعر والاخوه والروح دي موجوده. فالدكتور احمد ابو عبله بشوف ان هو قام بواجب يعني مهم وده واجبه اتجاه اي مريض ولفته انسانيه جميله جدا منه وايضا اللفته الانسانيه بالظبط. بص محمود الخطيب بص عادي كابتن محمود الخطيب الحاجات الانسانيه دي الحقيقه بيبقى يعني بتبقى ليها يعني رد فعل او بيبقى فيها تاثير كبير على كابتن محمود. شفت السعاده سعيد جدا يعني يمكن يعني بالنسبه لي انا يعني مش قادر اقول غير ان هي حاجه انسانيه وبتاكد الاخوه والترابط ما بيننا وما بين الشعب المغربي. عايزين نستعرض الحالات الهجوميه لفريق الرجاء عشان يعني شريف يعلق عليها يبقى بالنسبه لنا الامور بالصوره كالمعتاد عشان نبقى يعني شايفين فريق الرجاء من كل الاتجاهات. بالظبط نروح نمشي مع الصور بقى يعني ايه يعني على طول الصوره اللي بعدها هنلاقي دايما هو يعني الصوره بتشرح نفسها في هايلايتس بتحدد اللعيب اللي معاه الكوره وفي انديكيتور او في سهم بيوضح ازاي الفرقه بتتحرك برده من ناحيه اليمين. نروح للصوره اللي بعدها
ونمشي الصور واحده واحده هنلاقي تقريبا ان فرقه الرجاء بتعمل نفس الحاجه برضو. لو وقفنا عند الكره دي لحظه هنلاقي برضو نفس الكلام، محسن متولي هو اللي واخد الناحيه اليمين وهو اللي بيتحرك علشان يفضي المساحه، اللاعب اللي موجود ناحيه اليمين محسن متولي. نروح للصور اللي بعدها، حتى لو على الشمال يا شريف هم عايزين يروحوا على اليمين، هم دايما بيقدروا يخلقوا المساحه اللي موجوده ناحيه اليمين، كان عن طريق محسن متولي او كان عن طريق عبد الاله مدكور. فهنلاقي برضو عبد الاله مدكور خالق نفس المساحه موجوده قدام، وهي دي النقطه المهمه، ان انت وانت بتدافع فرقه الرجاء هي دي اللحظه اللي انت هتقدر تهاجمهم فيها، تعمل التحول الهجومي، لان دايما بيسيبوا المساحات دي. نروح ده عبد الاله مدكور رقم 29 اللي معاه الكوره، واللاعب اللي بيقطع اللي بيعمل الاوفرلاب ده هو محسن متولي. هنروح للصور اللي بعدها هنلاقي تقريبا برضو نفس الحاجه بتتكرر باستمرار، فكره ان اللاعب المهاجم هو اللي بينزل يحضر بيلعب على الزاويه العاميه عند المدافع او اخر مدافع في الفريق المنافس، بيلعب دايما وده لان عبد الله مدكور عنده السرعه الانفجاريه، بيقدر بسرعه يتحرك يخلق سرعه في اقل زمن ممكن. في اقل زمن ممكن. السرعه الانفجاريه عند عبد الله مدكور هي واحده من مميزاته المهمه جدا، فدي اللي بتخليه دايما لما بيبدا السبرنت بتاعه مع المدافع هو بيوصل لنقطه ابعد من المدافع في وقت اقل. دي حاجه من الحاجات اللي النقطه المضيئه بشده يعني يمكن في في في, في نادي الرجاء هي النقطه دي، انه الناحيه اليمين يمكن قويه بشكل عند عبد الاله مدكور، ويمكن انت فسرتها القوه الانفجاريه بتعمل له سبيس كبيره جدا عن اي مدافع بيقابله. بالظبط. نبدا بقى نمشي الصور واحده واحده بشكل اسرع من كده عشان الحالات تبقى فيها موشن اكتر. هنلاقي برده نفس الكلام الانديكيتور جاي بتاع عبد الاله مدكور من الناحيه الثانيه، الكره دي بالمناسبه اتسجلت هدف. هنلاقي برده نفس الاوفرلاب اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع محسن متولي، فهي تقريبا هو ده الباترن. هي واضحه جابت محسن متولي وعبد الاله مدكور. طيب احنا كده خلينا يعني عايز اقول لكم ان يعني حتى مشجعي فريق الوداد على هاشتاج 11 راجل في الملعب بيشاركونا ومتابعين وبيتكلموا عن فكره ان النادي الاهلي فرصه افضل. طبعا عارفين العلاقه بين فريق الرجاء وفريق الوداد، لكن خلينا نروح المغرب ومراسلنا محمد توفيق بقى ويحطنا في قلب الحدث ويطمنا على البعثه والكواليس والتدريب او بدايه التدريب. اهلا بيك يا محمد، عايزينك بقى تطمنا على الفريق والاستعدادات لمباراه بكره ان شاء الله. مساء الخير الزميل العزيز احمد اسامه، مساء الخير كابتن هيثم، وتحياتي ليكم ولكل ضيوفكم في الاستوديو ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان والجمهور النادي الاهلي في كل مكان في العالم. زي ما ذكرت معاكم هنا من الدار البيضاء وبالتحديد من مركب العرب الازوالي في حي المحمدي هنا في الدار البيضاء، والتدريب الاخير للنادي الاهلي استعدادا ان شاء الله لمباراه الغد وملاقات الرجاء المغربي لمباراه دور الثمانيه مباراه الاياب، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه والصعود باذن الله للدور القادم الدور نصف النهائي. يمكن يومنا كان النهارده طويل، يمكن في اللحظات اللي بكلمكم فيها حالا دلوقتي يمكن الفريق بيبتدي مرانه حالا دلوقتي وانا معاكم على الهواء. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق لكل لاعب هيشارك بكره ان شاء الله يؤدي ما عليه، وان شاء الله يعودوا بنتيجه ايجابيه وبطاقه صعود زي ما قلنا. يمكن يومنا النهارده كان طويل جدا يا احمد كابتن هيثم، يمكن اليوم بدا في الواحده ظهرا وكان الاجتماع الفني للمباراه واللي حضره من جانب النادي الاهلي كابتن سالم عبد الحفيظ، وتم فيه الاتفاق على كافه التفاصيل الخاصه بالمباراه. يمكن النادي الاهلي بكره باذن الله هيرتدي التيشيرت الاحمر كالعاده، ولكن هيرتدي الشورت الاسود وكمان هيرتدي الشراب الاحمر، ومحمد الشناوي حارس الفريق هيرتدي الزي الازرق بالكامل. على الجانب الاخر يمكن نادي الرجاء هيلعب مباراه الغد بالزي الابيض الكامل، وحارس المرمى بتاعه هيرتدي الزي المعتاد للرجاء وهو الزي الاخضر. يمكن اللقطات امامكم دلوقتي على الشاشه وحالا دلوقتي بدايه مران النادي الاهلي، طبعا كل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله، والنادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه بكره ان شاء الله زي ما حصل بعد كده في المؤتمر الصحفي اللي كان في تمام الثالثه والربع. يمكن مستر موسيماني اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال طبعا مباراه قويه امام فريق من اكبر فرق افريقيا، ولكن احنا جئنا الى هنا الى المغرب للحصول على بطاقه الصعود وللوصول للدور قبل النهائي. يمكن لما سال على نقطه الجماهير اللي كنت بتكلم فيها احمد، مستر موسيماني كان محدد قال انا كل لاعيبه الفريق النادي الاهلي تقريبا كلهم دوليين سواء في منتخب مصر او كمان عندي لعيبه في منتخبات تونس منتخب مالي منتخب موزمبيق وكمان منتخب جنوب افريقيا، فما عنديش مشكله في حته الجمهور. كمان كابتن وقائد الفريق محمد الشناوي اتكلم النهارده في المؤتمر الصحفي قال احنا كلاعبين عارفين اهميه المباراه وصعوبتها، خاصه انها مباراه في دور الثمانيه هتاهلنا باذن الله للدور نصف النهائي، واحنا طموحنا وهدفنا ابعد من كده بكتير وهو الحصول على البطوله للعام الثالث على التوالي في انجاز لم يسبقه احد غير النادي الاهلي باذن الله. كمان يمكن نتكلم عن برضو نقطه الجمهور، احنا كلنا لاعبين دوليين وبنستمتع باللعب في هذه الاجواء وبنستمتع باللعب امام جماهير، وكمان بنحب جدا نلعب مع فرق شمال افريقيا عشان شبهنا في الكره بتاعتنا وفي السيستم اللعب بتاعنا. يمكن ده بيبقى من صعوبه شويه على الفريق، بس بيبقى اللعب بالنسبه لنا ممتع، بنبقى مستمتعين جدا
احنا موجودين في فرق شمال افريقيا خاصه ان هي دول شقيقه وبنبقى سعداء جدا ما بين جماهيرهم هنا. كمان يمكن النهارده رشيد الطوسي المدير الفني للرجاء المغربي قال طبعا المباراه الاولى كانت صعبه عليه جدا، قال احنا هنحاول نكون اهدى وهنحاول نكون اكثر تركيزا عشان نقدر نسعد جمهور الرجاء، خاصه الرجاء لم يصل للدور نصف نهائي منذ 18 عام. كمان محسن متولي كابتن فريق الرجاء اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال طبعا احنا يعني كنا المباراه الاولى كانت مباراه سيئه، يمكن هي زي ما وصفها في المؤتمر الصحفي انها اسوا مباراه لفريق الرجاء هذا الموسم. قال هنحاول نسعد جمهورنا ان هنلعب في وسطهم بكره في مباراه النادي الاهلي، ونعرف عارفين ان احنا بنلعب فريق كبير وعارفين حجم المسؤوليات والضغوطات الملقاه على الفريق. يمكن عايز اقول لك الاجواء هنا كابتن هيثم احمد يمكن اجواء اكثر من رائعه، حاله فريق النادي الاهلي مطمئنه للغايه، الحاله البدنيه المعنويه حاله اكثر من رائعه، حضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي طبعا يعني مضفي حاله جميله جدا على اللاعبين، وجوده معاهم خطوه بخطوه في المحاضرات في التدريبات ما بيفارقش الفريق. يمكن النهارده كمان الفريق يعني قبل المران مباشره يمكن من نصف ساعه وقبل التحرك لملعب التدريب اللي بيبعد بالظبط ربع ساعه عن فندق الاقامه كان في محاضره لمستر موسيماني شرح فيها اهم النقاط الاخيره للمباراه وخطه المباراه غدا ان شاء الله. يمكن في لفته طيبه بقى يعني ابتداء كده من مشوار واحنا على الطائره ودكتور احمد ابو عبله وانقاذ السيده المغربيه اللي كانت بتعاني من هبوط في الدوره الدمويه وعالجها، يمكن واحنا داخلين دلوقتي الاستاد كانت مفاجاه سعيده جدا ان ابن هذه السيده كان في انتظار بعثه النادي الاهلي، ويمكن اهدى بقم الورود لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه وكمان دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اللي طبعا تم توجيه الشكر للنادي الاهلي والدكتور احمد ابو عبله من وزاره الطيران المدني المصريه على هذا المجهود الرائع. يا رب دايما يكون النادي الاهلي دايما في انتصارات وبطولات وان شاء الله يحقق هدفه ويسعد جماهير النادي الاهلي كلها بكره والوصول باذن الله للدور قبل النهائي. الكلمه ليكم ومعاكم لفيصل الصار. احمد لا احنا بس عايزين يعني تنقل لنا انطباع بعض الجماهير المغربيه في الايام اللي كانت موجوده، وكان لاحظنا ان اول تدريب كان فيه بعض الامطار الخفيفه فطمنا على درجه الحراره. الاجواء بكره هتكون مناسبه للعب مباراه يعني تناسب لعبتنا طبعا النادي الاهلي، الا ان شاء الله نقدر نلعب تحت اي ظروف، ولكن برضه عايزين نعرف ناخد فكره عن الاجواء درجه الحراره في امطار زي ما حصل في التدريب الاول ولا لا. جماهير المغرب لما بتقابل البعثه الفتره اللي انت متواجد فيها ايه اللي بيكون ردود الافعال؟ يعني بمنتهى الامانه يا احمد وبكل صدق جماهير المغرب وجماهير الرجاء تحديدا يمكن مقابلتهم اكثر من رائعه للنادي الاهلي، يمكن دوت اتكلم عليه كابتن محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي النهارده، وقال بنشكر يعني اداره فريق الرجاء المغربي وكمان بنشكر جماهير الرجاء المغربي على حسن الاستقبال والضيافه. طبعا اتكلمت على العلاقه ما بين جماهير الوداد والرجاء، يمكن كل الوداديين لما بيقابلونا هنا بيتمنوا طبعا الفوز للنادي الاهلي، جمهور الرجاء يمكن بيتكلموا بنفس طريقه الكلام الهاديه والعقلانيه اللي بنتكلم بيها كجمهور النادي الاهلي ان هم بيتكلموا عن انها مباراه 90 دقيقة داخل الملعب إن شاء الله تخرج في إطار مباراة بين شقيقين النادي الأهلي المصري والرجاء المغربي. بالنسبة لدرجة الحرارة يمكن درجة الحرارة أقل كتير من مصر يا أحمد، يمكن يعني مساء وده نفس الميعاد اللي هيلعب في المباراة هيلعب 10 مساء بتوقيت الدار البيضاء 12 صباحا بتوقيت القاهرة، يمكن درجة الحرارة بتتراوح ما بين 8 و9 درجات مئوية، يمكن في بقى في سن برودة شوية، لكن عاوز أطمنك إن حتى لما بيكون في أمطار بتكون الأمطار خفيفة جدا ما فيش أي عائق. يمكن كمان ملعب التدريب كابتن صلاح حفيظ لما خدنا أول حصة تدريبية هنا منذ يومين يعني اشاد بالملعب وقرر ان الفريق يكمل كل تمريناته الثلاثه قبل المباراه على هذا الملعب ملعب العربي الزاوي في حي المحمدي هنا بالدار البيضاء. زي ما بقول لك كل الاجواء مهيئه، الحاله المعنويه الحاله البدنيه، بطمن كل جماهير النادي الاهلي كل اللاعبين الموجودين اي 11 لاعب هيكونوا موجودين ان شاء الله بكره في الملعب هيكونوا على قدر مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله يسعدوا كل جماهير النادي الاهلي، لا يتبقى سوى توفيق المولى عز وجل ودعوات كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان ان شاء الله بالتوفيق للفريق بكره، وان شاء الله نرجع منصورين ونرجع صاعدين للدور قبل النهائي، ويبقى فاضل لنا خطوتين بس على تحقيق الحلم والحصول على النجمه ال11 والرقم الثالث على التوالي. ان شاء الله يا محمد بنشكرك جدا يعني حطيتنا في قلب الحدث، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي بكره، وباذن الله يكون ليك لقاءات بعد المباراه بنحتفل بالصعود للدور قبل النهائي ان شاء الله. شكرا يا محمد. يمكن اللي قلقني شويه او اللي مش قلقني يعني الغريبه انه ده 8 9 برد. برد. ما انا عشان كده سالته لان كان اول تدريب كان في بعض الامطار، ونتمنى يعني ان يكون يعني الاجواء هم خدوا عليها وتدربوا ان شاء الله قادرين اننا نأدي مباراه افضل بكتير من فكره حتى الاجواء الحاره اللي كنا بنشوفها في افريقيا. شايف انا عايز اسال نقطه متخوف منها يا محمد. حميد احداد لاعب بيجيد الحصول على ركلات جزاء. يعني اهم التعليمات اللي ممكن لو انت الكوتش دلوقتي تقدمها للاعبي النادي الاهلي في التعامل مع حميد احداد تحديدا، يمكن حتى في بني ملال حصلوا على ركله جزاء، يمكن حسب قدامهم ركلتين جزاء، لكن انت عارف لعب فتره في الزمالك فرق شمال افريقيا بتلجا للاساليب دي لما بتكون المباراه مقفوله. اهم النصائح من وجهه نظرك؟ رقم واحد التركيز،
مهم جدا ان اللعيبه تفصل نفسها تماما عن الاجواء المحيطه وعن الجماهير اللي هتبقى موجوده في الملعب. وانا اثق تماما في لعيبه النادي الاهلي لانهم ما بين لاعبين دوليين في منتخب مصر او حتى اللعيبه الاجانب الموجودين ان كتب لعلي معلول انه يكون موجود بكره او اليو ديانج او حتى بيرسيتاو ولويس ميكسون كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه دوليه لعبت تحت ضغوط جماهيريه كبيره فالتركيز هيمنحك ده. وده اللي حصل في مباراه الكرة. في بعض المحاولات من حميد احداد انه يحصل على بعض الاخطاء او حتى على ركلات جزاء لكن كان في تعامل ذكي جدا خاصه محمد عبد المنعم هو اللي كان بيروح على محمد عبد المنعم كتير. محمد كان بيتعامل بمنتهى التركيز والتركيز مهم جدا جدا لان احنا عندنا الكواليتي ان احنا نقدر نوقفهم لكن مهم التركيز ان انت تبقى مركز قوي في الملعب ان انت ما تغلطش غلطه تؤدي الى حساب ركله جزاء لان هم بيجيدوا الحصول على ركلات الجزاء. ومهم جدا ان احنا نتكلم نقطه مهمه يا احمد حيك عليها نقطه انه هم بيجيدوا الحصول على ركلات الجزاء بغض النظر عن الاحقيه يعني وفي تاخر في التسجيل كل ما هيمعنوا في هذا طبعا اتفق معاك مليون في الميه. لكن تاني في نقطه مهمه جدا كنا بنعملها المباراه اللي فاتت سواء في الكرات الثابته او في عدم ارتكاب اخطاء حوالين ال18 لان هم مميزين في السيت بيسز او في الكرات الثابته اللي انت بتعملهم زي ما زي بلغه الباسكت بتعملهم بوكسنج اوت بتطلعهم بره المناطق اللي يقدروا يحصلوا منها على كرات ثابته تكون مؤثره او خطره او ان هم يشكلوا عليه خطوره بمحاوله الحصول على ركلات جزاء جوه ال18. فالبوكسنج اوت ده بيتعمل بطرق كتير جدا منها ان انت بتسيب المساحه بينك وبين المدافع طول الوقت مركز على الكره طول الوقت فاصل نفسك عن الجماهير اللي موجوده في الملعب سواء في ملعب السلام في القاهره او في مركب محمد الخامس بكره ان شاء الرحمن. النقطه المهمه جدا جدا ان انت تحاول قدر الامكان ان طول ما انت واقف صح بترحل صح بتعمل ماركينج صح او المسك بيكون بشكل دقيق عشان ما نغلطش غلطه الترحيل بتاع هدف مباراه الذهاب كانت غلطه الترحيل زي ما كابتن هيثم اتكلم عليها وانت اتكلمت عليها يا احمد في بدايه الحلقه انه غلطه الترحيل مهمه جدا ان انا اكون مركز طول ما انا مركز الاخطاء سواء الحصول على ركلات جزاء او كرات ثابته. ومهم جدا اتكلمنا عليها هنا في القناه قبل مباراه النادي الاهلي مباراه الذهاب مباراه القاهره اتكلمنا عليها وبنعيد الكلام تاني مهم جدا ان هم ما يحصلوش على كرات ثابته ولا ركلات جزاء. طبعا مواقف ورده الحصول على كرات ثابته حوالين البوكس او الركلات الركنيه تحديدا لكن مهم ان انت تحاول تقلل ده قدر الامكان. ده هيجي منين؟ من التركيز سواء في المسك او في الماركينج او في الترحيل. مهم جدا ان انت تعمل ده. التركيز هو عنوان مباراه بكره ان شاء الرحمن بالتركيز الكواليتي. متفق جدا جدا مع اللي كان بيتكلم فيه شريف انه نثق تماما في لعيب النادي الاهلي نثق تماما في الكواليتي اللي موجوده ان هي اعلى من الكواليتي بتاعه فريق الرجاء مع كامل احترامنا ليهم. الكواليتي تمنحك الافضليه تقدر ان شاء الرحمن انك تسجل حتى ولو لم تكن مستحوذا على الكره في بدايه المباراه. مهم جدا انك تسجل هترفع الضغوط وهتحول عقارب الساعه هتقلب الساعه كده بلغه الكوره هتقلب الساعه بدل ما الساعه بتجري ضدك انه لا قدر الله يتم تسجيل فيك هدف متاخر والنتيجه 0-0 هتقلب الساعه وهتبقى بتجري ضد فرقه الرجاء مش ضد فرقه النادي الاهلي. انا اتمنى كمان مع التركيز يكون في هدوء لان اللقطه اللي انت اتكلمت عليها مع محمد عبد المنعم وحميد احداد كان في نيرف شويه من محمد عبد المنعم. خلاص الحكم طالما اداك حقك ابعد خالص طبعاً. عن فكره انك تدخل في شد وجذب مع اللاعبين. شريف يعني الوقت بيجري بينا بسرعه فقبل ما اقول لك كلمه اخيره يعني عايز اقول لك لا قدر الله في حاله استقبال هدف والكابتن سامي قمصان اتكلم عن ان فكره في سيناريو معدل كل الظروف انت سجلت او استقبلت. في نقطة أنا برضو متخوف منها غير ركلات الجزاء أنا متخوف من فكرة إضاعة الوقت وشفناها في مباراة السوبر بشكل كبير جدا ومباراة الذهاب اللي كانت هنا في القاهرة وتحديدا بعد الطرد. تنصح لعيبة النادي الأهلي في التعامل مع حكم المباراة في حتة إضاعة الوقت ده إزاي؟ للأسف هو النصيحة يعني مش هتبقى فاليد قوي لأن أنت بتبقى اللاعب مش المهم في الدور اللاعب مش الأهم هو دور الحكم. والحقيقه الحكام الافريقيه بتخذلنا دايما في القصه دي. بس لو انا هنصح اللعيبه بتاعه النادي الاهلي في حاجات بحس ان احنا مش المفروض نعملها. يعني مش المفروض لما تبقى الكره مش بتاعتك تطلع مع حارس المرمى خلاص سيبه عشان انت لو طلعت معاه ما لمستوش اصلا هو هينزل ما تدهمش حلول مجانيه بالظبط. انت ما تديش اللاعب الفرصه انه يعمل كده كده هو هيقع زي ما شفنا في القاهره. يعني الكره مش ما فيش اي حاجه معاه هو هيقع ويبقى عنده شد ويخرج يجري عادي. لا انا الحاجات اللي انا بساعد الفرقه بتاعه الرجاء ان هي تكسب الوقت ده انا مش محتاج اعمل كده. مش محتاج ان انا زي ما انت اتكلمت على محمد عبد المنعم مش محتاج ان انا ادخل في الديسكشن دي او ادخل في الكلاش ده وانا اخدت حقي لان الحكم اداني حقي ولان في فار كمان. وشفنا حتى المحادثه اللي حصلت ما بين محمد الشناوي وعبد المنعم انه خلاص اهدى انا اخدت حقي. فالحاجات دي الحاجات المجانيه اللي احنا ممكن نضيف وقت ضدنا ويفيد فرقه الرجاء او كروت او يعني كروت احنا أو مش محتاجينه.
الوقت عدى بسرعه والحقيقه استمتعنا جدا بتحليل شريف ومحمد. ادينا تفاؤل بقى، ادينا انت تفاؤل ان شاء الله قلقتين. ان شاء الله هنكسب باذن الله. انا قلقان بالجو انما انا عندي ثقه. انا ممكن اقول حته تفاؤل. قول حته تفاؤل. 2016 لما كسبنا بطوله افريقيا كره سله كسبنا معاها طايره ويد ثلاث بطولات فالسنه دي ان شاء الله باذن الله هنكسب بطوله افريقيا كره يد وهنكسب بطوله افريقيا كره قدم. انا بشكرك على التفاؤل ده. بس انا بشكرك يعني انت بص اديتني طاقه ايجابيه. لا اديتني طاقه ايجابيه لمصر كلها ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. لان احنا يعني جمعنا وقتها ما بين السله واليد سبع بطولات افريقيا السنه دي. ف 2017 خسرنا امام الوداد. انا مش عايز نقول تفاؤل دي خلينا انت جاي تقول يعني تفاؤل لا لا انا عايز اقول تفاؤل. شوفوا التفاؤل بيجي ازاي. خلينا اقول لكم ان احنا التفاؤل اننا في البطوله العربيه قدرنا نفوز على الرجاء في المغرب 2-0 في حضور جماهير كبير جدا. الهدف الشهير لكابتن سمير كمونه وركله الجزاء كابتن هادي خشبه. قدرنا بعد ما كنا متاخرين في 2005 في دور المجموعات الكابتن عماد متعب قدر يسجل هدف في الدقيقه 93 وده رساله انك تقدر تلعب لاخر دقيقه. مش هذكر المباراه اللي تهزمنا فيها 2-1. خلينا متفائلين دايما بتحليل النتائج الايجابيه. كنت سعيد معاك النهارده. انا سعيد جدا دايما. بنشكر شريف طبعا. انا استمتعت جدا بتحليلك النهارده يا شريف. اشكرك يا كابتن هيثم وانا كنت مبسوط جدا ان انا معاك ومع احمد اسامه. بشكرك وان شاء الله نتكرر تاني ان شاء الله. محمد انت كنت بتعمل عظم النهارده بصراحه. حبيبي يا كابتن انا مبسوط والله ان انا موجود معاك وموجود مع احمد ومع شريف طبعا. ويا رب ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي باذن الرحمن بكره بقى في بعد شويه من الميعاد ده ان شاء الرحمن تكون جماهير النادي الاهلي بتحتفل بالتاهل اللي قبل نهائي بطوله افريقيا باذن الله. وانا سعيد طبعا بيكم وعارفين يعني شهادتي فيكم مجروحه لانكم تستحقوا بالفعل يعني التواجد على شاشه قناه النادي الاهلي لما تقدموه يعني. يا رب يا رب. ده يعني اللي نختم بيه حلقه النهارده. دعواتكم احنا يعني في ليله 21 يعني بدايه الليالي الوتريه يعني ربنا يعني يعيد علينا وعليكم الشهر ده بالخير. نتمنى جزء من الدعاء يعني يكون التوفيق حليف النادي الاهلي بكره. ويا رب كلنا جماهير النادي الاهلي نكون مبسوطين بكره وبنحتفل بالصعود للدور قبل النهائي. شكرا جزيلا ونشوفكم في اوقات قادمه ان شاء الله. سلام.